اهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر وقناه النادي الاهلي، قناه كل جمهور النادي الاهلي، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بك يا اسامه. اهلا بك يا فارس، واهلا بمشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله تكون حلقه يعني ممتعه كسابق عهدنا معكم ان شاء الله. بنفضل طول الموسم نتكلم في الاجهاد، وبنفضل نقول ان اللعيبه تعبانين، وبنفضل نقول ان محتاجين اللعيبه تريح، ولكن اللحظه اللي ده بيحصل فيها يمكن ده بيكون كويس للاجهزه الفنيه، يمكن ده بيكون كويس للاعبين، ولكن اكيد ده مش كويس للجمهور. مفيش حد هتقابله الا وهتلاقيه بيقول لك قد ايه هو وحشه النادي الاهلي، وقد ايه هو مفتقد النادي الاهلي. يمكن دايما بشوف ان الامور اللي بتحبها في حياتك بتحس بقيمتها اكتر لما تبعد عنك نسبيا، او لما يكون الوضع المألوف اللي دايما بتشوفها فيه ما بيكونش هو الوضع المألوف اللي انت دايما متعود عليه. ده اللي حاصل مع النادي الاهلي. شوف كتابات الناس، شوف اي حد يقابلك هتلاقي الناس مستنية تشوف النادي الاهلي، الناس وحشها النادي الاهلي. ويمكن ده تفسيره بالنسبة لي ان وسط ضغوط الحياة ووسط همومنا ووسط حاجات كتير جدا بتشغلنا، اكيد بيكون النادي الاهلي هو الشيء اللي كلنا بنهرب ليه عشان فعلا ننسى الهموم وننسى ضغوط الحياة وننسى المشاكل وننسى حاجات كتير جدا. اعتقد يا اسامة انت فرحان اللعيبة ريحت، بس اكيد زي كل جمهور الاهلي وحشك النادي الاهلي. بص، بالتاكيد جمهور النادي الاهلي وعلاقه جماهير النادي الاهلي وعلاقه الجماهير عاده بالانديه، ولكن لجماهير النادي الاهلي طابع خاص كده، انها محتاجه انها طول الوقت تشوف مباريات للنادي الاهلي، لدرجه ان البعض بيكتب ان هو بيروح يتفرج على مباريات مسجله ومعاده عشان يستشعر اجواء مباريات النادي الاهلي. ان شاء الله يعني يكون معسكر النادي الاهلي بدايه ان انت تشوف حتى ولو تدريبات، لو بعض اللقطات من المعسكر، وعوده الحياه مره اخرى لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله يكون موسم مميز الموسم القادم. اول مره بترتاح يمكن اسبوعين من فتره طويله، بتدخل كمان معسكر خارجي ان شاء الله يكون مميز. بعض اللاعبين خدوا راحه من اجهاد ومواسم متلاحمه، عامل العلامه الكامله الموسم الماضي، عندك جهاز فني بشكل كبير جدا مستقر مع الفريق، خلاص حط ايده على يعني كل كبيره وصغيره داخل الفريق، محقق العلامه الكامله، فطموحاتك ان انت تحقق ما هو افضل في الموسم القادم، او على الاقل تقدير يعني ان انت تحافظ على البطولات المحليه والقاريه، خاصه ان انت عندك اكتر من بطوله قاريه، ممكن تبدا بالسوبر الافريقي، ممكن تبدا ببطوله السوبر الافريقي اللي تحدد لها 21 يوم تلعب فيهم مباريات، لو وصلت المباراه النهائيه تلعب 6 نهائيات مع صفوه فرق القاره، 8 فرق 7 جوار النادي الاهلي، اول بطوله ممكن ينظمها الكاف، فنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكون هو اول بطل لهذه النسخه، وعندك دوري ابطال افريقيا اللي انت حامل لقبه، عندك كاس العالم للانديه، عندك كميه بطولات ومشاركات سواء محليه او قاريه او عالميه، كلها تحديات، ولكن كلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين ان هم يقدموا موسم متميز ان شاء الله. ويمكن عشان كده فارس كابتن خالد بيبو يعني سافر إلى النمسا للتجهيز لمعسكر الفريق. بدأنا الجد، وكابتن خالد بيبو في مش أولى مهامه، لأن أنت في وجودك في النادي الأهلي من اللحظة الأولى هو في حد ذاتها مهمة. كابتن خالد بيبو سافر إلى النمسا، وطبعا في رحلة تستغرق 48 ساعة لاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق كرة القدم للموسم الجديد. حدد الجهاز الفني الفترة من 28 أغسطس حتى 6 من سبتمبر المقبل لإقامة المعسكر في النمسا. رافق كابتن خالد بيبو الكابتن سمير عدلي المدير الإداري طبعا للفريق. يقوم كابتن خالد بيبو بترتيب فندق الإقامة، ملاعب التدريب، الإطمئنان على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر. وأعتقد إن شاء الله معسكر موفق للنادي الأهلي، وأنا كنت سعيد باختيار النمسا لأن مستر مارسيل كولر هو قائد لمنتخب النمسا على مدار سنوات كمدرب، عنده خلفية كبيرة جدا عن النمسا، يقدر إزاي النادي الأهلي يستفيد. ويمكن دايما النادي الأهلي كان مع مستر مانويل جوزيه
حريص على إقامة المعسكر الخارجي، يمكن كان بيبقى الموسم فيه تلاحم، اللعيبة ما ريحتش، أمور كتيرة يا أسامة، ولكن كنت تلاقي دايما المعسكر الخارجي شيء مهم جدا عند مستر مانويل جوزيه لإعادة بوصلة الفريق وإعادة فكرة التركيز مرة أخرى، وإن يكون فيه استعداد جيد للموسم. وأعتقد مستر مارسيل كولر كان حريص على وجود المعسكر، وإدارة النادي الأهلي نفذت له رغبته. يعني كولر على خطى الكبار من المديرين الفنيين اللي تولوا مسؤولية مع النادي الأهلي، وأعتقد قدم موسم بشكل استثنائي، وإن شاء الله منتظرين الموسم القادم المزيد من تحقيق البطولات. ولكن عندنا أيضا لاعب كان استثنائي، لاعب كان دايما موجود في الملعب فتلاقيه بيعمل صعوبة لكل مدافعي المنافسين، لاعب ممكن تلاقيه بيجيب الكرة الصعبة جدا، وممكن تلاقيه بيتواجد حيث لا تتخيل، حتى لا يتخيل المنافس تواجده. هو لاعب زئبقي بمعنى الكلمة، هو مؤمن زكريا ربنا يشفيه. النادي الأهلي يعني أصدر قرار مهم جدا جدا، ويمكن أسعد جماهير النادي الأهلي، وأنا لن أبالغ إن هو كمان قادر على إسعاد جماهير كرة القدم المصرية بشكل عام. مؤمن زكريا مساعد لرئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي، قرر النادي الأهلي تعيين مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق مساعدا للكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين. جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة مع مؤمن زكريا، وفي حضور الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين. أعتقد خبر مهم جدا، وكمان الجميل في الموضوع استقبال مؤمن زكريا للخبر ده، وده طبعا صورة من ما قبل الاجتماع ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي. وعجبني جدا استقبال كابتن مؤمن زكريا للخبر، وكأنه كان منتظر بالفعل مكانه داخل النادي الأهلي. وعد جماهير النادي الأهلي أنه قدر المستطاع هيحاول يقدم الدعم الكافي لقطاع الناشئين، وشكر طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، وأنه قد إيه في غاية السعادة من هذا القرار. والحقيقة كابتن مؤمن زكريا يستحق تواجده في النادي الأهلي، لاعب كبير، لاعب مهم جدا. يعني أهداف كابتن مؤمن زكريا دائما وأبدا تلاقيها في الذاكرة ولا تنسى، ومين ينسى هدف مؤمن زكريا في الدقيقة الثانية أو الثالثة من بداية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017، والكرة اللي بيستلمها مرة واحدة بنلاقيها في الشبكة. كان الحقيقة أهداف مهمة جدا، ومين ينسى أهداف مؤمن زكريا في شباك نادي الزمالك في عدد قليل جدا من المباريات، كان مؤمن زكريا أحد هدافي المباريات القمة. مين ينسى مؤمن زكريا في السوبر في الإمارات، مين ينسى احتفالات مؤمن زكريا. كل التوفيق وكل الدعم لكابتن مؤمن زكريا في مساعدة رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي الكابتن وليد سليمان، وطبعا كل الدعوات بالشفاء العاجل إن شاء الله الكابتن مؤمن زكريا. طبعا كابتن مؤمن زكريا يمكن تواجد في فترات سابقة في نادي سموحة، ويمكن كنت دايما لما أشوف كابتن مؤمن زكريا في نادي سموحة بشوف أن النادي الأهلي كان أولى من أي حد بمؤمن زكريا، وده حقيقي. وأعتقد القرار ده أو الفكرة دي مفترض أن الناس تدرك معناها وتعرف ما خلف القرار، لأن ده أهم. عايز أتكلم بشكل مباشر أيضا أن كل ما يخص القطاع هو مخطط ليه ومدروس، ودي قصة مش محتاجين نفكر فيها من أول وجود كابتن بدر رجب ثم وجود كابتن وليد سليمان ثم كل الترتيبات داخل القطاع. ولكن قرار كابتن مؤمن زكريا هو قرار لحيثيته المعنوية المهمة جدا 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 وبشكل بالغ. كمان عايز أقول إن يا جماعة كابتن محمود الخطيب في يوم لما قعد قال أنا مش زعلان منهم أنا زعلان عليهم، هذه الجملة تستدعي بالضرورة إن يكون أنت حاطط عينك كأهلاوي عايز تشوف هذا التطبيق. تعال شوف دايما اللي اختاروا النادي الاهلي اللي كان النادي الاهلي بالنسبه لهم الاولويه، سواء كابتن وليد سليمان او كابتن مؤمن زكريا او ناس كتير جدا شافوا النادي الاهلي هو المكان اللي لازم يكملوا فيه وينتموا ليه. تعال شوف الناس دي النهارده ازاي النادي الاهلي بيكبرهم، ازاي النادي الاهلي
بيحتويهم، ازاي النادي الاهلي بيشوفهم كواجهه مشرفه. على الجانب الاخر شوف البعض من الاسماء اللي كانت يعني في الكره المصريه اسم كبير ومعادله منتظره، يمكن زي ما البعض منهم كان كمان بيراهن الناس ان هو يكون مستقبل النادي الاهلي والكره المصريه، شوف الناس دي فين، شوف الناس دي اسمائها وبارقها خفت ازاي، شوف ازاي الناس دي بعدت كتير جدا عن المشهد. وده جزء من كلمه كابتن محمود الخطيب، انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم، لان انا دايما بحب العبارات اللي تترجم لواقع مش تكون مجرد كلام. سهل جدا كنت تسمع الكلام ده ثم بعدها تشوف البعض ينال البطولات والبعض يكتب التاريخ والبعض في واجهه المشهد في الرياضه المصريه، فتيجي تسال نفسك سؤال، هو انت كابتن محمود الخطيب زعلان عليهم في ايه؟ من لا، النهارده لما تشوف النادي الاهلي بيعمل ده هتعرف ان الكلمه كان لها معناها، ان فكره النادي الاهلي مش مجرد فلوس ابدا ابدا، لان النادي الاهلي مش بيعاملك كماكينه او اله انت بتدي انا بديك بالمقابل بس، لا، النادي الاهلي يا اسامه في معاني اخرى مش مجرد حسابات رقميه قصاد بعض. بص انت اكيد يعني كنا بنتكلم قبل الهوا وانت عارف قناعاتي عن فكره التاريخ والارث الرياضي، انا ما زلت يعني مرتبط شويه بالمدرسه القديمه، فكره ان انت الموضوع مش مجرد ضخ اموال فقط لا غير. يعني انا بالنسبه لي في اشياء يعني فعلا لا تشترى، انت لما تيجي تتحدث عن تاريخ النادي الاهلي بتتكلم وانت واقف على ارض صلبه، الارض الصلبه دي موصلاك لاعلى مكان في كره القدم الافريقيه، انت حاليا اسم النادي الاهلي بيتم ترديده، يعني مش عايز اقول كل سنه بس على الاقل اخر 5 سنوات هيتم ترديده في مسابقه كاس العالم للانديه سواء بالشكل القديم او بالشكل الجديد، فاعتقد ارث كبير جدا. انت كلاعب في النادي الاهلي رصيدك فقط لا غير مش بس في البنوك، انت كمان رصيدك في القلوب، انت عندك قدره على انك تصنع تاريخ وتقول انا جيت حققت طموح حقيقي داخل النادي الاهلي. عشان كده دايما وابدا الناس اللي بتشتري النادي الاهلي وبتقدر جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي بتقدرها، ولكن ايضا النادي الاهلي بيقدر هؤلاء. انا هنا لازم اقول قفشه، لان لازم بالنسبه لي سيره قفشه بتيجي في التوقيت اللي كان البعض بيحاول ينال من صورتك الذهنيه في اتجاه مغاير، وتجد البعض ممن تربوا داخل جدران النادي الاهلي بيتحدث عن طموح حقيقي خارج جدران النادي الاهلي، وهو حقه وجهه نظره وهو اللي قادر يحكم على تجربته، على تجربته حقق اهدافه منها ولا لا، ربما تكون اهدافه مختلفه عن اهداف لاعبين اخرين، بل مختلفه عن اهداف جماهير النادي الاهلي اللي الانتماء هو اللي بيحكم مشاعرها، لان هي دايما اللي بتمنح للنادي الاهلي وبتاخذ فقط لا غير السعاده من تحقيق البطولات. قفشه جه عكس الاتجاه، وجه عكس الاتجاه وفي ليله 27 نوفمبر بيقضي على فكرة النيل من الصورة الذهنية للنادي الأهلي في هدف ولا أجمل، في لقطة إبداعية في توقيت قاتل، بتحقق بطولة أفريقيا، بتعود بعد 7 سنوات قفشة وهو بيجدد عقده هذا الموسم. إيه اللي حدث؟ مازال قفشة يمنح دروس في الانتماء ويجدد على بياض. هتقول ما قصة التجديد على بياض دي اختفت، بالفعل والله كانت اختفت، وكنت بتبدأ تسأل يعني ايه تجديد على بياض، ما انت بتبقى متفق على كل حاجة، لكن اللي تم على أرض الواقع مع قفشة هو ده، أنا هجدد مع النادي الأهلي وهوقع على بياض وعندي ثقة إن النادي الأهلي هيقدرني. طب الثقة اللي جت لقفشة دي جت منين؟ هل من تعامله مع مجلس الإدارة الحالي أو المسؤولين عن كرة القدم في الوقت الحالي؟ لا، الثقة دي ممتدة من ان النادي الاهلي دايما كلمته عقد، مفيش لاعب في مره من المرات طلع وقال لك انا كنت متفق مع النادي الاهلي على مبلغ معين او على رقم معين او على حاجه معينه والنادي الاهلي جه بعد ما انا وقعت لقيت الموضوع ده مختلف، استحاله. حتى البعض لما حاول يدين النادي الاهلي ويتهم النادي الاهلي بالباطل ويطلع يتقال ان النادي الاهلي او ان بنتي وقعت على ورق فاضي، ويطلع ان بنتها وقعت على عقود، ويطلع بعد كده يتقال اه وقعنا على عقود بس تم اضافه بنود، ونبدا نلجا للمحاكم في تشويه صوره النادي الاهلي. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي حصل؟ المحكمه اثبتت ايه؟ ان النادي الاهلي على حق، لان النادي الاهلي دايما في تعاقداته بيحترم كلمته مع اللاعب او اللاعبه، فمهما حاولت تشوه في صوره النادي الاهلي في قصه التعاقدات ستبقى دائما وابدا قصه النادي الاهلي الكلمه عقد. عشان كده
ما تستغربش لما محمد مجدي قفشه يبقى عنده ثقه كبيره ان النادي الاهلي هيقدره، وده فعلا اللي هيحصل. عشان كده منتظرين مزيد من امثال كابتن وليد سليمان، منتظرين من امثال كابتن محمد الشناوي، حتى كابتن علي معلول، تنسي الهوى يعني تنسي الاصل اهلاوي الهوى، عن قفشه ولاعبين كتير، عن حسين الشحات. لازم اللعيبه دي تدي دروس في توقيت حالي، توقيت صعب جدا. الماده للاسف طغت على كل شيء، ودينا بنشوف الدنيا حوالينا بتتغير، وانا رافض هذا التغيير، وما زلت يا عم فارس بقاوح في التغيير ده، ولكن يعني خلينا في النادي الاهلي. اكيد طبعا رساله قفشه كانت رساله مهمه، خصوصا ان انا بشوف ان تجديد قفشه بالشكل ده هو سياق بالنسبة لي محتاج أقف عنده، لأن هذا الموسم في رأيي لم يكن الأفضل لقفشة إطلاقا. مر ببعض المنحنيات كتير جدا، حتى على المستوى الشخصي في بعض المباريات، في بعض اللقطات، في بعض التصرفات، كان حاجات كتيرة جدا تودي الحتة أنت عايز إيه مع نهاية الموسم ده. هتشوف ان لا، انا اللاعب بتاع القضيه، واللاعب بتاع كذا، واللاعب اللي شايف اني ما اقعدش على الدكه، وشايف ان الموسم ده ما كانش دوري زي المواسم اللي قبل كده، وما كنتش اللاعب رقم واحد بالنسبه للمدير الفني بالشكل الاساسي، ولا شايف ان انا محتاج اتعب، ومحتاج اركز مع النادي الاهلي، ومحتاج اجدد، ومحتاج اخلق لنفسي التحديات. في رايي اسهل 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 اختيار لقفشه ان انا اشوف تجربه بره. تجربه قفشه كان عنده بعض العروض قبل كده، وقت من مفاوضات من تركيا، وقت كان سهل جدا الراجل يريح دماغه، يطلع مفيش ضغوط مفيش كذا. احنا لسه اسامه بيكلمكم عن فكره الماده والفوارق الماليه اللي موجوده دلوقتي، بالطبع حتى في خيارات قبل كده ما كانتش ممكن تكون مغريه، وراح دماغه. يا اما اقعد انا مفنش الموسم بشكل جيد مقارنه ببدايه الموسم، أخلق لنفسي تحدي، يبقى عندي إصرار أقدم رسالة لجمهور النادي الأهلي، خصوصا إن كان العلاقة وحصل كلام ووصل المواقف في ركلة الجزاء، وصل رد فعل قفشة. قفشة أبدى أكتر من مرة خلال وجوده في الملعب تقديره لجمهور النادي الأهلي، ولكن الجمهور مش بس مواقف، الجمهور عايز تجربة عملية. فعلا قفشة قدم التجربة العملية. تنتظر ده إيه؟ تنتظر بعده بداية لقفشة مختلفة الموسم الجاي، وأنا بشوف إن قفشة أكيد الموسم الجاي هيقدم شيء مختلف، وهو له رصيد، ولكن الأهم من الرصيد إن أنت تكتب وتواصل كتابة التاريخ. يمكن كمان النادي الأهلي كان عنده شيء مهم جدا، وأنا بشوف إن يا جماعة وسط اللي كنا بنتكلم عليه فيما يخص منظومة الرياضة المصرية، أنا بشوف النادي الأهلي خارج النسق دايما كده. لما بحط النادي الاهلي في معادله الكره المصريه بكتب جنبه كلمه استثناء طول الوقت، لان حاجه من الاثنين، يا تيجي تقول انت عندك تجربه كره القدم في مصر مثلا زي ما تتكلم عن التجربه الانجليزيه او كتير جدا من الدول، تيجي تقول انا عندي منتخبات بتحقق كذا، عندي دوري قوي عوايده كذا، عندي حقوق رعايه بتيجي للانديه كذا، عندي بطولات بتحققها الأندية كذا، وتبدأ تتكلم. أو تيجي تقول أنا عندي منظومة فيها فعلا مشكلة، ولكن عندي استثناء هو النادي الأهلي. ده اللي أنا بشوفه دايما، بحط جنب النادي الأهلي هو استثناء خارج سياق المشهد الرياضي. يعني إيه؟ يعني بعض الأمور اللي حصلت في الكلام عن الكرة المصرية الفترة اللي فاتت انزعج منها البعض. أنا في شخصيتي وفي فهمي للنادي الاهلي دايما بدي امثله، انا ما بحبش اللي بيتكلم كتير. يعني انا ما بحبش اللي يرد بالكلام، وما بحبش دايما اللي بيرد وهو مش حامي ظهره بامور فعليه وعمليه تخليه يقدر يستفيد من ده، وتخليه يقدر يرد على اي حد، وتخليه يقدر يرد بالارقام. عشان كده لما الكلام ازعج البعض طلعنا قلنا فيما يخص النادي الاهلي، لا ثانيه واحده، ده في 1 2 3 4. النادي الأهلي بيواصل إنه بيدي دروس مبطنة، النادي الأهلي بيوصل رسائل ضمنية. لما يخرج النادي الأهلي هنستعرض الأمور اللي اتكلم فيها على مدار الفترة الأخيرة، ده رسالة للقائمين على الكرة المصرية. ما ينفعش ده. لما النادي الأهلي يطلع يرسل خطاب لاتحاد الكورة بيستفسر عن موعد ومكان السوبر ولوائحه وجوائزه المالية وكل الأمور اللي تخصه، ما ينفعش ده.
مش ما ينفعش اللي بيعمله النادي الاهلي، لا ما ينفعش اللي بتعمله منظومه الكره المصريه. النادي الاهلي بيدي درس يا جماعه، لو احنا زعلانين من الكلام اللي بيتقال نبدا ناخد خطوات عمليه، نبدا نتكلم في شكل بطولاتنا وتنظيمها وجوائزها ولوائحها والنظام بتاعها وكل ما يخصها والمواعيد بتاعتها، ما نفضلش طول الوقت بنتعامل بشكل عشوائي. دي رساله من النادي الاهلي للمسؤولين، بدون ما انا ادخل صراع وبدون ما انا ابدا اتراشق وبدون ما انا اتاخد لحته البعض. دايما بيصدر النادي الاهلي هو اللي يتولى فكره الخناقه دي، لا النادي الاهلي ما بيتخانقش، النادي الاهلي بيقول لك بص النظام اللي انت محتاج تعمله. ورساله يا اسامه شفناها من النادي الاهلي في عده حاجات الفتره اللي فاتت خارج نسق كل الناس المشتركه اللي هي بتجاري العشوائيه. احيانا عندك حاجه من الاثنين، لما يكون عندك امور عشوائيه جدا يا تخرج خارج اطار العشوائيه دي وتقول ثانيه واحده ستوب في عشوائيه، يا اما الاسهل ان ما كل الناس عشوائيه، طب ما يلا احنا كمان نرتجل. وانا بشوف ان المنظومه بالكامل يا اسامه خاضعه لفكره العشوائيه باستثناء النادي الاهلي اللي بيحاول يحدث نظام. ده احنا عندنا كلام يا فارس اتكلمناه الحلقه اللي فاتت عن اتحاد كره القدم واتحاد كره اليد، بالتاكيد يعني هنعمل ابديت للكلام ده لان في مواقف اختلفت وتغيرت، ولكن الحقيقه انا شايف ان النادي الاهلي بمنتهى الوضوح بيقوم بدور ربما يكون مش دوره. ده حقيقي. لان انت المفترض اللي بيدير المنظومه الرياضيه او اللي بيدير المسابقات او اتحاد كره القدم هو اللي يكون عنده القصه دي واضحه. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي مقبل على بطوله سوبر، سمعت تصريحات فرديه من اعضاء مجلس اداره الاتحاد، البعض كان بيقول لك هنلعب بطوله السوبر بشكلها القديم اللي هو بطل الدوري وبطل الكاس او ايا كانت اللوائح وقتها لما يكون بيتشابه بطل الدوري او هو نفس بطل الدوري، هو بطل الكاس وبطوله اخرى كانت هتسمى السوبر النخبه. فطلع طب مين يا جماعه اللي هيلعب البطوله دي ومين اللي هيلعب البطوله دي، وانت عندك كم من مباريات هائل جدا الموسم القادم وعندك امم افريقيا كمان هتعملها ازاي، وعندك البطوله اللي هيشارك فيها النادي الاهلي المستحدثه في الكاف، انت اصلا جالك خطاب رسمي مش هتلعب بين المباريات اي مباراه محليه، طب الموسم ده هتعمله ازاي؟ ده رقم واحد. وعندك كمان مؤجل كاس مصر دور نصف نهائي ونهائي. طيب النقطه الثانيه ازاي انا كاتحاد مصر لكره القدم يبقى في جهه اخرى، مع كامل احترامنا وتقديرنا بالتاكيد للجهه الاخرى، هي اللي تعلن عن البطوله وتتحدث عن البطوله لمده 4 سنوات وتبدا تتكلم عن البطوله ولوائح البطوله. فالنادي الاهلي بيقول يا جماعه انا بطل الدوري وبطل الكاس وبطل السوبر، انا بطل كل المسابقات المحليه اللي اتلعبت، فاين دور الاتحاد المصري في توصيل لوائح البطوله؟ ده طبعا الاهلي بيطلب بطلب رسمي من الاتحاد الكره موعد ومكان السوبر. خلونا نقرا لحضراتكم الخطاب عشان تكون الامور واضحه. ارسل النادي الاهلي خطابا الى الاتحاد المصري لكره القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطوله السوبر المحلي التي تقام سنويا من مباراه واحده بين بطل الدوري والكاس، لان الاهلي ما وصلوش جديد. وزاد الاهلي في استفساره عن لائحه البطوله والحقوق التسويقيه والجوائز الماليه الخاصه بها، وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية. جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليا وقريا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النادي الأهلي ما بياخدش غير بخطابات رسمية، وانت كاتحاد كوره رحت اتفقت على بعض البطولات وطلعت تصريحات فرديه. انا كنادي اهلي اعرف منين موعد المسابقه؟ اعرف منين المعايير؟ طب بالنسبه لمسابقه الدوري والكاس السوبر القديمه دي، هي لو تقام يعني شكل السوبر هيقام بالشكل ده ولا هيقام من 4 فرق؟ طب بالنسبه للفرق المفترض توقع لها عقوبه، بمعنى ادق هي ليه ما وصلتش العقوبات لغايه دلوقتي؟ وليه الاتحاد ما اعلنش عن العقوبات لغايه دلوقتي؟ فبالتالي النادي الاهلي بيذكر في خطاب رسمي الاتحاد بدوره. انت عندك مسابقه جديده، جهات اعلنت، بعض الاعضاء طلعوا بشكل فردي تحدثوا في الميديا، مفيش حاجه جات للنادي الاهلي وهو بطل المسابقه. فقصه صعبه جدا، واعتقد مش ده الدور او ده الخطاب اللي النادي الاهلي وجهه. لا، النادي الاهلي كمان يعني برغم فوزه بالمسابقات المحليه تحدث عن تطوير التحكيم، النادي الاهلي حتى بيرسل خطاب للكاف يتحدث عن موعد السوبر. كل دي خطابات ارسلها النادي الاهلي قبل بدايه الموسم عشان يكون في استراتيجيه واضحه امام المدير الفني، يحط احمال بدنيه، يحط مواعيد تدريب، يحط مواعيد راحات. كل ده لازم اتحاد كره القدم المصري لو بالفعل حريص على ان المسابقه ما يبداش حد يتحدث عنها
بشكل يسيء للاتحاد المصري او يسيء للمنظومه الرياضيه، لان لا احد يستطيع الاساءه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي ببطولاته بموروثاته بتاريخه بمشاركاته الحاليه بفلسفته وبسياسته وادارته لا احد يقترب من النادي الاهلي وفق المنظومه الرياضيه. انت الكلام بيجي على المنظومه، الكلام بيجي عليك انت كمسؤول، ويا ريتك في الاخر بتتخذ موقف الغاضب، بالعكس ده انت بتروح تشارك في اللي بيحصل ضدك وكانك مش موجود، كانك اهم حاجه المصلحه الشخصيه فقط لا غير. يا ليت اتحاد كره القدم يتعلم من مدرسه النادي الاهلي الاداريه، بل يا ليت المنظومه الرياضيه بالكامل تتعلم من مدرسه النادي الاهلي الاداريه، وقتها بجد مش هنلاقي حد يتحدث بتقليل من شان الرياضه المصريه، وقتها مش هنلاقي حد يقدر يقلل من تاريخك او حاضرك او يراهن على مستقبلك او تلاقي حد يقول لك اركن على جنب. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم وبرنامجكم الاهلي خط احمر وفقره فار روم. طبعا ربما القصه مش حالات تحكيميه بقدر ما هي حاجات كتير جدا اتكلمنا فيها، ومن هنا بنقول لكم انتبهوا النادي الاهلي يا جماعه، لازم نفكر 100 مره إن النادي الأهلي وهو متوج بكل الألقاب المحلية وهو لم يخسر من أي فريق محليا خلال الفترة اللي كانت في منافسات الدوري لحد الحسم قبل مباراة بيراميدز، طبعا واجه السوبر مباراتين في السوبر المحلي في بطولة الكاس في الدوري كل المباريات دي، والنادي الأهلي يتوج بالبطولات، ولكن تجد النادي الأهلي يتحدث عن منظومة التحكيم، وتجد النادي الأهلي يتكلم عن التحكيم الموسم القادم. هل ده لا يثير التفكير عند أي حد شاف النادي الأهلي طب بيتحرك إزاي؟ ليه؟ لأن هناك بعض الأمور الغريبة اللي بتحصل خلال الفترة الأخيرة. لما تيجي تلاقي بيريرا، وإحنا هنا انتقدنا بيريرا كثيرا وأشدنا في كلاتنبرج ببعض الأمور، وتيجي تلاقي كل شويه يا جماعه مكتسباتك التحكيميه بتتقلص، هل مكتسباتك كنادي؟ لا، النادي الاهلي ملوش مكتسب تحكيمي غير العداله التحكيميه. ولكن تيجي تلاقي تجربه كلاتنبرج وما تعرض له من اساءه، ثم الاطاحه به وفقا لرغبه نادي واضحه جدا، ثم تيجي بعد كده تلاقي كلاتنبرج بعد رحيله تيجي تلاقي امور بتتقلص زي تجربه عرض ما يحدث في غرف الفار. ثم بعد كده تيجي تلاقي بريرا والمستوى التحكيم بيروح لحتة أسوأ. ثم بعد كده اتكلمنا الحلقة اللي فاتت يا أسامة وهنا في قناة النادي الأهلي بالصوت والصورة لأحد المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم أو في الرابطة وهو مرشح الاتحاد في الرابطة، وهو الأستاذ ثروت سويلم، وهو يتحدث عن فكرة الإطاحة ببريرا والعودة للحرس القديم تحكيميا، ويطرح أسماء زي كابتن عصام عبد الفتاح وجمال الغندور. إذن هنا إحنا لا نحدث أو لا نتحدث عن ثقتنا ببريرا بقدر ما إن البدائل اللي بتطرح وفكرة العودة للخلف تحكيميا برئيس لجنة حكام مصري في ظل ما يحدث كان ده يستدعي إن يتواجد معانا حد موجود في قناة النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي بيثق في رؤيته التحكيمية ودايما في آرائه التحكيمية، كابتن ناصر عباس معانا على الهواء مباشرة عشان نسأله عن ما يدور في الملف التحكيمي خلال الفترة الأخيرة وما يحدث في التحكيم في كرة القدم المصرية. كابتن ناصر عباس بنرحب بيك في برنامج الأهلي خط أحمر على شاشة قناة النادي الأهلي. تحياتي لك يا فارس، تحياتي لأسامة وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. اهلا بيك يا كابتن ناصر. يمكن كنا بنتحدث عن بيريرا، والحقيقه الراجل له تصريحات واضحه جدا اعلاميا، وتكلم بمنتهى الوضوح وقال ان هو كان بيستكشف الموسم الاول او نصف الموسم الاول ليه مع التحكيم المصري، وان الراجل صلاحياته هتبدا مع بدايه الموسم القادم، والراجل يعني قال بوضوح ان انا ما كنتش بختار حتى أطقم التحكيم للمباريات، فواضح جدا أن مهمة الراجل هتبدأ مع الموسم القادم. فإذا ببعض المسؤولين ويمكن ذكرنا اللي هو ثروت سويلم بيقول إن شاء الله مش هيكمل وهنرجع لتجربة رئيس التحكيم المصري، أنا بكلمك وانت حكم مصري وأنا عارف قد إيه أنت حريص على مصلحة التحكيم المصري، والطبيعي أن أنت تنحاز للتحكيم المصري، لكن السؤال هنا هل شايف ما يحدث مع تجربة بريرا ثم من قبل بريرا كلاتنبرج، هل ده يليق بمنظومه الرياضه المصريه؟ شوف اسامه، طبعا لسه يمكن هضم صوت لصوت فارس وكان بيتكلم على كلاتنبرج.
وطبعا بصوت حضرتك احنا مش عاوزين نكرر موضوع كلاتنبرج، وانت عارف كلاتنبرج كان فيه هناك مشاكل، والمشاكل يعني كان اغلبها مش منه هو يعني. النهارده احنا عندنا دكتور بريرا زي ما حضرتك قلت كده، الراجل كان واضح جدا جدا لما جه يا اسامه، كان بيتكلم على الفتره اللي هو بدايه هي 3 4 اشهر اللي هم كانوا في الفتره المتبقيه من الدوري العام. انا هتابع كويس قوي الناحيه الفنيه للحكام والناحيه البدنيه، وهقيم لجنه الحكام، وهيبتدي شغلي رسمي وابقى مسؤول عنه في بدايه الموسم. وبالفعل حصل الكلام دوت، هو يمكن ابتدى كمان يصنف الحكام يا اسامه على فكره، وكان بيتكلم في نقطه مهمه جدا وكان بيتكلم في عدد الحكام اللي هم هيديروا الدوري الممتاز. فقال من غير المعقول ابدا ان 200 حكم يديروا الدوري الممتاز، وده الكلام ده ما بيحصلش في اي لجنه حكام على مستوى العالم. وقال كويس قوي ان انا هختار 30 حكم صفاره للدوري الممتاز، الحكم دولت هيحكموا الدوري الممتاز، مش هيلعبوا تاني ممتاز بي ولا قسم ثالث ولا قسم رابع، يعني اذا هنا كان في تصنيف الحكام الدوري الممتاز، تصنيف الحكام الممتاز دوري المحترفين وبعدين الممتاز دي. ابتدى يعمل الكلام دوت، واحنا قلنا المفترض ان احنا نساعد الراجل اسامه طالما جه، احنا بنساعده بنقدم له كل اليد المعاونه، سواء احنا كمان حكام يعني متقاعدين بنتكلم ان ده الراجل ده جه خلاص وبقى مسؤول عن التحكيم، المفروض ان الكل يقف مع الراجل ونقف معاه كلنا سواء اتحاد الكره او احنا كمان عشان نساعده في مهمته. كان من ضمن يعني الراجل اتكلم اسامه في نقطه مهمه جدا، قال لك انا في نهايه الموسم هقيم كمان الاعضاء لجنه الحكام. وانا من حقي اختار مين يتواجد معايا في البدايه ومين ما يتواجدش معايا. اعتقد هي نقطه الخلاف النهارده هو نقطه اختيار اللجنه اللي موجوده معايا يا استاذ. هو شايف من رايه من وجهه نظره، وطبعا ودي حاجه ترجع له ان هو في الاخر خالص هو اللي هيسال. انا شايف ان انا كمسؤول هيبقى معايا مثلا 1 2 3 مثلا، مش عاوز 1 2 3. انا كاتحاد كوره النهارده انا مفترض انا يعني بسهل مهمه الراجل يا اسامه، لان في الاخر خالص انا اللي هحدد. صحيح. سيبك بقى من موضوع الفندق والمشاكل اللي حصلت، اللي احنا ما بنتكلمش في مشاكل اداريه، احنا بنتكلم في مشاكل فنيه. صحيح. انا بقول من فضلكم سيبوا الراجل يشتغل، وفروا له المناخ المناسب، سيبوه يختار لجنته يا اسامه، لان هو في الاخر احنا هنحاسبه كمسؤول في النهايه عن التحكيم. صحيح. لكن ما يحدث الان يا كابتن يا فارس، لا هي بدايه يعني بدايه مش طيبه. وبقول اهوت ان الراجل لو مشي، الامور هتبقى صعبه قوي قوي قوي. احنا بنتكلم يا اسامه في حاجه مهمه جدا، هذا الموسم في موسم تحضيري، يعني في معسكرات دلوقتي المفروض شغاله. صحيح. شغل الحكام كله يا اسامه في هذه الفتره. لو هذه الفتره ما تمش الاعداد بيها بشكل صحيح، سواء اعداد المعسكرات فنيا بدنيا ذهنيا، عندنا كمان نقطه مهمه جدا ويمكن الكل بعيد عنها، هو اختيار القائمه الدوليه. لو ما تمش اختيار القائمه الدوليه طبقا للمعايير ومعايير الاتحاد الدولي، ويكون تبقى بشفافيه وفيها كل العداله يا اسامه، وتطلع كل البيانات للحكام اللي مرشحه قدامنا ونشوفها، هتبقى في مشكله كمان في القائمه. طيب كابتن ناصر، خليني كده اسال حضرتك حاجه، يعني الجمهور على طريقه اللبيب وبالاشاره يفهموا، لا احنا مش عايزين بالاشاره، احنا عايزين الكلام واضح. احنا جه عندنا 2 خبراء اجانب لهم تجارب، منهم كمان بريرا في الفترة الأخيرة راجل كان مسؤول عن التحكيم في البرتغال وفي روسيا، يعني أكيد دوريات أيضا لها اسمها وتجربته في الدوري الروسي اللي ما اكتملتش بسبب ظروف خارجة عن إرادته. طيب لما أنت تيجي تقدم انطباع كمنظومة كرة قدم مصرية أن أنت 2 خبراء أجانب كانوا موجودين في موسم ثم ما استمروش، ثم بتبدأ الموسم الجديد بخبير تحكيم تاني وربما يكون مصري، ده انطباع إيه؟ ثانيا في وسط كلام حضرتك جملة مهمة جدا، أن التغييرات اللي بتطول أعضاء لجنة التحكيم. خلينا بقى كابتن ناصر نسألك كده بصراحة، هو في ناس في لجنة التحكيم من الأسماء اللي كانت سبب في فشل كلاتنبرج والسبب أيضا تواجدت مع بريرا، الناس دي أقوى من فكرة رئيس لجنة التحكيم أو مصالحهم أبدى من التحكيم المصري لدى اتحاد الكرة؟ حضرتك لازم، لأن أنت عندك الكواليس اللي جوه، تكلم الناس بصراحة، وهل ده موجود بالفعل ولا لا؟ كابتن أسامة، يعني أنت يا كابتن فارس أنا آسف، أنت بتتكلم في نقطة مهمة جدا 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 جدا، ويمكن دي كانت من سبب ان كلاتنبرج مشي. خلي بالك في حاجه مهمه جدا،
انا كرئيس لجنه الحكام انا المفترض ان انا الناس اللي تشتغل معايا انا ارتاح لها، الناس دي تبقى عندها قدره ان هي تشتغل فني، قدره ان هي تحاضر الحكام، يبقى عندها فعلا الشغل الاحترافي. مش عايز اقول بقى الاختلاف كان عشان ايه، ولكن هو اختلف كلاتنبرج على بعض الاشخاص. يمكن اعتقد ان الناس كلها كانت عارفه يا هشام. ما تقول لنا اسماء كده يا كابتن ناصر. والله انا مش عايز اقول، والله يعني سامحني، معلش يا معلش انا يعني سامحني، الناس كلها عارفه القصه ايه، ولكن احنا بنتكلم في الهدف دلوقتي يا اسامه، معلش يا فارس. طب اتفضل. ان نسيب الراجل من فضلكم يا جماعه، دي ثاني تجربه، وانت قلت حاجه مهمه جدا يا فارس. لو النهارده التجربه دي فشلت يبقى العيب على مين، او الفشل جاي على مين؟ طبعا. يعني هي دي اللي احنا بنتكلم فيها، احنا بنقول الراجل نسيبه من فضلكم، سيبوه يختار لجنته، سيبوه يختار الناس اللي هتعاونه، علشان نقدر في الاخر خالص ما يبقاش هو ليه حكه ويقول ان كان في مشاكل في البدايه انتوا اللي عملتوها. لا، احنا هنوفر لك كل السبل، احنا داخلين على موسم كبير، هنوفر لك كل السبل وكل النجاح عشان خاطر تنجح، عشان نقدر نحاسبك في الاخر. النهايه والخلاصه ايه يا اسامه يا فارس؟ انا بقول يعني اتحاد الكوره يا ريت تسمعنا، والناس كلهم ناس افاضل وعلى قدر كبير من الاحترام، سيبوا الراجل يشتغل. يعني احنا مش عايزين نكرر تاني تجربه جلاتنبرج اللي هو مشي واسبابها، مش هينفع تاني نعمل الكلام ده مع فيتور بيريرا. سيبوه يشتغل يا جماعه، احنا في بدايه التحضير، معسكر مهم جدا جدا جدا، وهو اولا هيبدا يوم 24 معسكر النخبه. هذا المعسكر هيبقى فيه كوبر او فيه وارنر، هيبقى فيه اختبار لياقه، تقييم للحكام المرشحه. لابد ان احنا نبدا البدايه الصحيحه عشان نقدر نكمل الموسم اللي جاي يا فارس. اتمنى طبعا وجود بيريرا، واحنا بنقول الخبير الاجنبي هنقف معاه وهنسنده، لان احنا في الاخر خالص عاوزين نشوف التجربه في النهايه هتوصل لايه يا كابتن. تمام جدا يا كابتن ناصر، والحقيقه يعني انا عايز اقول لك ان انا سعيد بالتصريحات دي، لان بعض ممكن يكون بيشوف الكابتن ناصر عباس وقدير ان هو يكون مرشح لرئاسه لجنه الحكام في كره القدم المصريه، ولكن مع ذلك خلف التحكيم المصري، مش خلف اسمه، خلف التجربه، خلف ان انت تدي كل الصلاحيات لرئيس لجنه التحكيم. فانا الحقيقه مبسوط جدا بكلام حضرتك ده، وبشكرك جدا على المداخله دي، ويا ريت بالفعل يعني اتحاد كره القدم المصري يستجيب لهذا النداء من اجل التحكيم المصري. شكرا جدا كابتن ناصر عباس. يعني بص يا فارس، بعض الخبراء التحكيم ممكن تقول ايه؟ ان انا بفكر ان انا اكون رئيس لجنه الحكام، ده في مظاهرات حب بالظبط، فان انا اطفش رئيس لجنه الحكام الاجنبي. لكن الحقيقه كابتن ناصر عباس يعني بيتحدث عن مسؤوليه فعلا حكم سابق يهمه وقلبه وجهه على التحكيم المصري. ده حقيقي والله يا اسامه، يعني مش هنا عشان مش في قناه الاهلي او كابتن ناصر بيكون موجود، فعلا الرساله دي يا جماعه تديكوا حاجه، قيموا الامور دلوقتي. كابتن ناصر عباس ليس له اي مصلحه مع بيريرا، وسهل جدا في ظل حتى مش من الاسماء اللي تم ترشيحها انه ممكن يكون مساعد معاه باختصار شديد، وفي ظل الهوجه بتاعه كده، انا عايزكم بس هاتوا كده الحكام القدامى وحاولوا تدوروا على اكونتاتهم على فيسبوك وشوفوا ايه اللي بيحصل. هتلاقوا مع الاحترام لكل الاسماء دي ناس، يعني كابتن سمير عثمان انت الافضل وانت الاقدر، والاجنبي ازاي وده اللي يجي. كابتن ياسر عبد الرؤوف بيعملوا معاه نفس الموضوع، كابتن جمال الغندور. أنا بقول لكم هاتوا كده أكونتات كتير جدا من الحكام السابقين، بل بعض الحكام الموجودين، وشوفوا السكة رايحة ازاي. كابتن ناصر عباس بيقول كلمتين احنا هنا هناخدهم عشان نرجع نفكركم. يا جماعة مستحيل اتنين خبراء تحكيم أجانب يكون عندهم مع أسماء في اللجنة مشاكل، وكل مرة الأسماء في اللجنة هي اللي تستمر. ده يفهمكم مين اللي كان بيخلي خبراء التحكيم دول يفشلوا ويكون عندهم مشاكل. واحنا هنا انتقدنا بيريرا، ولكن لا، لما الراجل يجي يا اسامه عايز يغير، ويجي يغير نفس الاسماء اللي كانت سبب مع كلاتنبرج في مشاكل وموجوده دلوقتي، وهما الاثنين يرحلوا والاسماء دي تكمل، لا، انا ما اشتريش القصه بالشكل ده، ما اشتريش البيعه دي. مفيش اراده عند اتحاد كره القدم المصري، اي اراده لتطوير التحكيم المصري. عايزين مدرسه الاحتواء اللي هي كان بيتقال عليها زمان العبور بالمباراه لبر الامان. عايزين مدرسة ان يجي الحكم المصري اللي الحكم ده تعبان في ماتش، فطب وديه الماتش ده، طب الحكم ده اللي بيحبه نتقي شره. والمصطلحات الفترة الأخيرة اللي احنا سمعناها، جالنا خبير تحكيمي وبالمناسبة انتقدناه، وده طبيعي جدا، انت طالما انت مسؤول فانت معرض للانتقاد. ولكن في النهاية احنا مش بننتقد عشان يرحل، احنا بننتقد لغاية لما فهمنا، لما الراجل طلع يتكلم بمنتهى الوضوح وقال يا جماعة مش انا اللي بدير اللجنة،
ده مش انا اللي بعين الحكام، مش انا اللي حاطط 200 حكم في الدوري المصري، ده انا ناوي اعمل كذا وكذا وكذا وناوي انا اللي اكون مسؤول عن التحكيم، وال30 حكم واللي يخطا منهم هينزل القسم الثاني مش هيحكم دوري. وعايزه يكمل. فانت بتتكلم في ايه؟ فطبيعي ان هو الراجل يكون في معركه دائره عليه، وبالتالي الراجل بيتم تطفيشه زي ما تم تطفيش كلاتنبرج. وابحث دائما وابدا عن المستفيد. احنا يا جماعه لما بنطلع نتكلم هنا ونقول عندنا مشاكل مع التحكيم المصري، بنطلع نتكلم مش ادعاء مظلوميه، ده انا بطل المسابقه والنادي بيبعت خطاب رسمي من اجل تطوير التحكيم المصري. انا مش بدعي مظلوميه، ده انا وانا بطل المسابقه بقول لك طور التحكيم المصري. لما يطلع خبير تحكيم يقول لك انا اصلا لسه ما تولتش رئاسه لجنه الحكام، ويطلع عضو في رابطه الانديه يقول لك هيمشي ان شاء الله، هيمشي ان شاء الله، ده يعني انت عارف انا هخوض معركه انه يمشي. عشان ايه؟ عشان بعد كده تطلع لي المداخلات والمكالمات، ده نادي عايز ياخد بطوله جبنا له حكم مصري، ده جبنا له حكم زي الفل زي الفل، والكلام اللي احنا بنسمعه في التحكيم المصري من اداره كره القدم المصريه. وبنزعل لما حد يقول للناس دي اركنوا على جنب، احنا بجد بنقول لكم اركنوا على جنب. احنا بجد بنقول لكم اركنوا على جنب، يا جماعه اللي مش فاضي لاداره التحكيم المصري يقدم استقالته. انا ما اعرفش انا الواحد اللي بثلاث ارواح واربع ارواح، احنا هنا مش بيديرنا مجموعه من القطط، احنا بيديرنا مجموعه من الناس المسؤوله عن الرياضه المصريه. لو انت مش قادر تحافظ على ماء وجه الرياضه المصريه ويهمك ماء وجهك حضرتك فقط لا غير، قدم استقالتك. الامر سهل وبسيط. لكن نفضل هنا وهنا 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 وبالتالي مش فاضيين ندير اصلا شغلنا. طب ليه؟ لا انت مجبر علينا ولا احنا مجبرين عليك. الموضوع كلنا عايزين خدمة الرياضة المصرية، لأن الحقيقة احنا بأقل قدرات ممكن نطلع دوري منتظم، دوري مختلف، دوري يتشاف، لكن اللي بيحصل هنا هو النادي الأهلي فقط لا غير ومحمد صلاح بره، بس باختصار شديد كل مرة بنقول النادي الأهلي ومحمد صلاح. لكن ما دون ذلك يا جماعة اللي مش قادر على تحمل المسؤولية يتفضل يقدم استقالته. طب اللي مش فاضي لتحمل المسؤولية يتفضل يقدم استقالته باختصار شديد. أسامة، اتحاد الكرة خلق مراكز قوة داخل التحكيم المصري. خلينا أي حد يا جماعة بيكلم أي مسؤول بره الهواء في ملف التحكيم بيقول له كده. أسماء بقى زي أبو العلا، زي محمد فاروق، زي توفيق السيد. اتحاد الكرة خلق مراكز قوة، والناس دي حسست اتحاد الكرة ان من الاخر كده الشغلانة معانا احنا، هتجيب هتعمل هنوقع لك اللي احنا مش عايزينه. عشان كده القرار محتاج ناس جريئة، مش زي ما وسام بيكلمكم وانا بقول بالاسم، كابتن حازم امام، كابتن محمد بركات، دكتور ايهاب الكومي. يا جماعة الناس دي بتدير اتحاد الكرة في الفواصل، في فواصل البرامج، في فواصل التحليل، يا جماعة أرجوكم لو أنت متطوع وبتيجي تقول أصل أنا متطوع، والبعض خلي بالكم بيقول كده في القعدات وفي الجلسات، بيقول أنا باخد إيه من اتحاد الكورة؟ لا حضرتك لو أنت فعلاً ما بتاخدش من اتحاد الكورة ومتطوع، ارحل وسيب بقى اللي موجود اللي مش متطوع اللي يبقى عنده الاختصاص يدير. إنما إن اتنين أجانب بيرأسوا لجنة التحكيم يمشوا في موسم، والموسم الثالث أو الموسم الثاني عايز تجيب تاني حد مصري، فمستحيل يكون السبب فيهم. وأنا بقول بالأسماء أهو، مراكز قوة داخل اتحاد الكرة المصري في ملف التحكيم، أسماء بتحسس الناس إن القصة كلها معانا. عايزة حد يا أسامة قادر ويقول مفيش الكلام ده، انت مش موجود وطلع ناس صغيرة او ناس بره مفيش مشكلة. وانا عايز اقول لك حاجة، افتكر كابتن سمير عثمان كان بيقول ايه؟ ما عندوش مشكلة لو جه اي خبير اجنبي يتواجد معاه، رغم ان الراجل من الناس اللي بنحترمها والناس اللي هي عندها رؤية تحكيمية. كابتن ياسر عبد الرؤوف عندي معلومات ان تواصلوا معاه ان هو يكون بديل بريرة، والراجل عنده يعني اشتراطات اصعب من بريرة كمان، لان الكابتن سمير عثمان وهو مش موجود معانا في قناة النادي الاهلي، وزي ما اتكلمنا عن الكابتن نصر عباس بنتكلم برضو عن الكابتن سمير عثمان، لان رسالته كانت ايه للتحكيم المصري؟ حب نفسك طبعا قبل اي انتماء. فاكيد كابتن سمير عثمان لو جه يحب نفسه، ما اكيد النصيحه اللي بيقولها للحكم هيطبقها على نفسه، لكن هم مش عاوزين حد يحب نفسه، هم عايزين حد
يجي يخدم على شكل الدوري، يصنع منافسة وهمية مع النادي الأهلي، يبدأ يحتوي نادي، يبدأ يساعد نادي، يبدأ يقدم بطولة لنادي أصل ما خدش بطولة السنة دي. ده اللي دايرة بيه الاتحاد المصري لكرة القدم. وبالتالي أنا بقول الموضوع إرادة، وهم ما عندهمش لا إرادة ولا عندهم رغبة ولا عندهم أصلا وقت يديروا منظومة كرة القدم المصرية. في الفواصل. ما الفواصل حتى طويلة والله، يعني أنت عارف لو اعتمدوا على الفواصل، الفواصل دلوقتي بقت طويلة يقدروا يديروا، لكن ده أقل من الفواصل والله. تخيل يعني عندك عضو نادي وتحليل مصري وتحليل دوري سعودي. ده دي الأصعب. بص دي الأصعب يا فارس، يعني بغض النظر كابتن حازم إمام يعني احد رموز نادي الزمالك. والله بالتوفيق، بس يسيب حد يدير يا اسامه. ايوه بس برضه في نقطه يا فارس، لما تكون احد رموز نادي الزمالك ويكون لسه الامر سخن جدا التقليل من شان الديربي المصري، وانت يعني عضو اتحاد كره القدم المصري، فاعتقد الطمه بتبقى كبرى الحقيقه يعني. فعشان كده انا بقول خلاص، انت راجل محلل وشايف نفسك محلل وشايف ان العمل ده تطوعي من اجل كره القدم المصريه، يعني ارحم قدم استقالتك باختصار شديد جدا، وانت في النهايه اكيد اكيد يهمك مصلحه كره القدم المصريه، او تفرق شويه لكره القدم المصريه ومشاكلها يا كابتن حازم. يعني اعتقد نطلع فصل ولا نكمل؟ فصل ناخد بقى فيديوهاتنا، ناخد فيديوهات. نبدا بقى نسخن الناس معانا، لان النادي الاهلي زي ما بنتكلم يا جماعه الفقره دي ربما لها امور كتير جدا نحتاجوا ترجعوا لها مع الوقت. ولكن كان معانا كابتن ميدو كان اتكلم عن خطاب النادي الاهلي لاتحاد الكوره، وكان له تعليق مهم جدا عليه. عايزين نشوف كابتن ميدو كان شايف خطاب النادي الاهلي ازاي. الاهلي من غير ما يتكلموا كده هم شايفين ان المسؤولي الاتحاد المصري بيحاولوا ان هم يلفوا حوالين عقوبه الزمالك بتغيير مسمى البطولة وتغيير نظام البطولة. يعني ايه؟ زي ما حضراتكم عارفين طبعا ان الزمالك اعتذر عن المشاركة في كأس السوبر الأخير نظرا لعدم وضوح موقف كهربا. و اللايحة بتقول في حالة الاعتذار أو الانسحاب من مباراة السوبر إن أنت ما بتشاركش في السنة اللي بعدها. أعتقد إن الأهلي يعني مش ناوي يسكت. البيان اللي خرجه النهاردة النادي الأهلي والبيان اللي أصدره النهاردة النادي الأهلي أو الاستفسار ده استفسار مبطن. ده رد، ده يعتبر، ده بالنسبة لي مش استفسار، ده رد عن على الـ 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 الإعلان مجلس أبو ظبي الرياضي بنظام بطولة السوبر في الموسم الجديد. فطبعا احنا انا بقول لكم بالاستفسار اللي تم ارساله النهارده لاتحاد الكرة ده احنا داخلين على مشكلة كبيرة كالعادة. يعني طبعا خلي بالكم انا لا الوم مسؤولي الأهلي، مسؤولي الأهلي او المسؤولين في النادي الاهلي من حقهم ان هم يدافعوا عن حقوق ناديهم، من حقهم انهم يدافعوا. ما اقدرش الوم اي حد بيدافع عن حقوق ناديه، لكن انا دوري هنا ان انا اقرا لحضراتكم المشهد قبل ما يحصل. يعني هنتابع مع حضراتكم المسلسل بتاع موضوع السوبر، لكن انا بقول لكم ان احنا داخلين على خناقه جديده او مسلسل جديد من الخناقات. عزيزي المشاهد محتاج تركز معايا، لان كابتن ميدو بيعمل جيم يعني بالنسبه لي مش حلو، لا جيم مضحك. الجزء الاول الحديث عن خطاب النادي الاهلي اللي كنا اتكلمنا فيه، اللي بيسال فيه عن السوبر ولوائحه وموعده وكل الامور. طبعا هنا بيتكلم ميدو ان ده هيسبب ازمه وفي الفتره الجايه في مشكله. سؤال، ميدو اصلا جزء من صناعه الازمه ازاي؟ لأن ميدو كان أحد أبطال مشهد السوبر اللي تخلى فيه عن دوره الإعلامي وتحول لمشجع على شاشة أحد القنوات اللي هي مفترض أن هي مش فئوية، وتولى فكرة الدفاع عن مصلحة النادي الزمالك وعن موقف نادي الزمالك والإعراب عن موقف نادي الزمالك بشكل مطلق. طيب ثم حدثت الأزمة وانسحب نادي الزمالك. ليه بنربط؟ لأن بعدها كان مفترض تتوقع عقوبة على نادي الزمالك وفقا للوائح تمنعه من المشاركة في السوبر.
فانت هنا بتتكلم ميدو بقى بيبيعها لك ازاي؟ حق النادي الاهلي، وانا ما بتكلمش والنادي الاهلي ما حدش يقدر يلومه، بس بقول لكم هتحصل مشكله. ده غلط. ليه غلط؟ لان ليه تحصل مشكله؟ عارف المفترض الفكره تكون ايه؟ ان في لوائح، انت انسحبت جزء من المشهد كنت انت بطل فيه، فليه تحصل مشكله؟ ليه بتحط لي فزاعه المشكله؟ وليه بتحسسني ان هي ازمه؟ وليه بتقول ان النادي الاهلي استفساره الطبيعي المحترف ده ينتج عنه مشكله؟ مش مفترض الطرح الاعلامي يكون كده، مفترض ان اعلاميا تطرح النادي الاهلي مارس حقه بانه سال عن القواعد واللوائح المنظمه للبطوله، والسبب في الازمه هو اتحاد الكره مش النادي الاهلي، لان اتحاد الكره لم يعلن عن اللوائح والمنظمه واللوائح اللي بتقول كمان عقوبه نادي الزمالك، ويا جماعه ان نادي الزمالك خارج الامر فما فيش ازمه. ولكن ميدو بيطرحها لك ازاي؟ السم في العسل. نادي الاهلي حقه وحق النادي الاهلي يتكلم، بس انا بقول لكم لان انا راجل قاري المشهد وراجل جاي من بكره مش جاي من امبارح، فبتاع بكره بيقول لك ايه؟ هتحصل مشكله نتيجه ان النادي الاهلي بيعمل القصه دي كلها عشان الزمالك ما يشاركش. طب هو ليه في ازمه اساسا ان الزمالك ما يشاركش؟ لان كابتن احمد حسام ميدو مسؤول في نادي الزمالك وعنده بالتاكيد توجه للي نادي الزمالك هيعمله، بس كل القصه كلها بيربط الفرش. المشكله بالنادي الاهلي، لكن اللي هيعمل المشكله هو النادي اللي المفترض كابتن احمد حسام ميدو بيمثله هو نادي الزمالك. ليه هيعمل مشكله؟ اقرا المشهد كده من ميدو لما يقول لك هتحصل مشكله، تعرف ان نادي الزمالك هيعترض على استبعاده بتطبيق اللوائح والقوانين. وخد بالك انت هنا واقع بين عقوبتين على حسب اقلهم او ادناهم هي الاعتذار، لان هو هنا نادي الزمالك قال لك انا انسحبت من البطوله، فوارد جدا يتم الانسحاب فتطبيق الانسحاب بطولتين ومليون جنيه غرامه. طب اعتذار يبقى بطوله ونص مليون جنيه غرامه. وعشان كده النادي الاهلي اصلا هو مش فاهم لوائح الاتحاد المصري لكره القدم عن بطوله السوبر دي ايه، وزي ما قلنا لكم هي القصه كلها مجرد تصريحات وجهه اخرى منظمه هي اللي اعلنت، لكن الاتحاد المصري لكره القدم لم يعلن اي شيء. طب ليه بقى المشكله؟ لان ميدو عارف كويس قوي ان نادي الزمالك هيرفض تطبيق العقوبه عليه وبالتالي هيعترض. لكن المشكله دي حلها بسيط جدا جدا جدا، ان الاتحاد المفترض أكبر من كل الأندية، واللوائح والقوانين أكبر من الاتحاد وأكبر من كل الأندية، فبالتالي مفيش أي مشكلة على الإطلاق. كل ما هنالك إن إحنا ممكن نختلف، هو نادي الزمالك هيتم معاقبته سنة ولا سنتين ونبدأ نتخانق في النقطة دي، لكن أصلا إن يكون ميدو بيطرح لنا إن الخناقة على مشاركة نادي الزمالك من عدمه، دي أصلا مش مشكلة، دي مشكلة نادي الزمالك يحلها مع نفسه مع قراراته السابقة. لكن المشكلة اللي ممكن تحصل بقى وبنكلم ميدو عليها هي العقوبة اللي هتصدر دي، استبعاد نادي الزمالك بطولة ولا بطولتين؟ ده سؤال بنطرحه. طب السؤال التاني اللي ممكن يطرح، هل استبعاد نادي الزمالك من بطولة مستحقة ولا موسم قادم؟ بمعنى نادي الزمالك حاليا ثالث الدوري، وارد جدا لسه ما تحددش بطولة السوبر بشكلها الجديد اللي تم الإعلان عنها من قبل الجهة المنظمة أنها أربع فرق، ونلعب مباراة كاس مصر الدور نصف النهائي والمباراة النهائية الأهلي وإنبي والزمالك وبيراميدز، وارد جدا الزمالك ما يبقاش بطل كاس مصر وإن شاء الله الأهلي يكون هو بطل المسابقة، فتبدأ تدور، وارد جدا إنبي، وارد جدا بيراميدز، وارد أي نادي. طب لو إنبي مثلا بقى بطل مسابقة الكاس، مين اللي هيشارك؟ ثالث الدوري مش هيشارك. هل بقى نادي الزمالك اللي مش هيكون له اصلا حق في المشاركه في البطوله يبقى كده العقوبه اتطبقت عليه؟ اتطبقت ازاي؟ ما هو اصلا مش مشارك. فكل دي اسئله ممكن نطرحها على ميدو، لكن ميدو ما بيطرحهاش بالشكل ده، ميدو بيطرحها ان هو عارف كويس قوي ان الزمالك هيطلب يشارك في البطوله. ليه الزمالك هيطلب يشارك في البطوله حتى لو هيطلع منها بدون تحقيق البطوله زي ما شارك في البطوله العربيه وهو كان متارجت مبالغ معينه حتى هو تالت المجموعه وشافوا ان ده انجاز لنادي الزمالك؟ فدي قصه تخص ميدو ورؤيته لانجازات نادي الزمالك، لكن احنا هنا بنقول المشكله اللي هتبقى مشكله فعلا لو لم يتم تطبيق اللوائح والقوانين اللي هي اعلى من الاتحاد واعلى من كل الانديه. ميدو ما اتكلمش فقط لا غير فيما هو متعلق بخطاب النادي الاهلي لبطوله السوبر، هو ما اتكلمش عن خطاب النادي الاهلي بالتحكيم، ولكن هو رايح لسكه التحكيم. ميدو بيمثل توجه مهم جدا عند نادي الزمالك بإلغاء الاستوديوهات التحليلية. أنا ليه أجيب الاستوديو التحليلي؟ وتحديدا ميدو عن تجربة ما يقدرش يشكك فيها لغى الاستوديو التحليلي لما كان جايب حكم أجنبي جلجر وبدأ يروح لآراء تحكيمية هو بيعلنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
الخاصه بيه، فيروح يلاقي الخبير التحكيمي الاجنبي بينصف قضايا النادي الاهلي تحكيميا، وبيوضح كم مجاملات بتحدث للمنافسين. ويكفي ان جالجر قال تصريح عن جول ايمن اشرف في البنك الاهلي، قال لك ده الجول ده لو اتلغى بالفعل ده 50% من الاهداف اللي في دوريات العالم كلها تلغى. فعمل ايه؟ لا، اوقف. اوقف ليه؟ لان هتكشف. ليه؟ لانك مش هتقدر تقول اصل الحكم ده بيميل للاهلي، اصل الخبير التحكيمي ده بيميل للزمالك، اصل الخبير التحكيمي ده ابنه موجود فبيدافع عن ابنه، او عمه موجود، او عمه ازاي ابن اخوه موجود فبيدافع عن ابن اخوه. مش هتقدر تقول ده. ده هو جايب واحد هو واثق تماما ان هو جاي بدون الوان، فبيصدمه على ارض الواقع وعلى الهواء مباشره ان النادي الاهلي بيتعرض لظلم تحكيم. يبقى هنا نعمل ايه؟ اوقف. ليه؟ عشان نقدر نضغط على الحكام المصريين برئيس لجنة حكام مصري، فنقدر اننا نخلق منافسة ونحتوي نادي فيبدأ ينافس على بطولة الدوري مع النادي الاهلي. تعالوا نسمع احمد حسام ميدو وهو بيتحدث في التوجه لدى خبراء التحكيم والاستوديوهات التحليلية. انا بتمنى ان موضوع فقرة، وكل الاحترام لكل الناس والله، لكن في وقت من الاوقات لازم تاخد كده هدنة. انا نفسي ان الموسم الجديد ده يبدأ يعني بحلم يعني ان اول حاجه حكامنا يكونوا واخدين مستحقاتهم كويس جدا، تاني حاجه ان زي ما حضرتك بتقول ان الحكام يحسوا بالحمايه عن طريق وجود لائحه انضباط واخلاق ولائحه عقوبات قويه على جميع عناصر اللعبه، فيبقى عارف ان انا بحكم وزي زي اي حد ممكن اغلط، وايه المشكله لو غلطت مش هتدبح، وان انا الماتشات اللي بعديها هبقى موجود وكل الكلام ده كله. ونفسي ان واحده من الحاجات ان احنا نعملها عشان يبقى نخطط لموسم ناجح ان احنا نوقف الفقرات بتاعت التحليل التحكيمي لمده موسم لغايه لما حكامنا يقفوا على رجليهم، وحكامنا يبقوا خلاص عندهم باك اب صح والدنيا اترستقت صح وكل حاجه كويسه، بعد كده رجع الفقرات تاني. ده نفسي. خليني اقول لكم ان في ثلاث نقط اتكلم عنهم الكابتن احمد حسام ميدو من اجل ان الحكام تقف على رجليهم. الاولى واحنا بنتفق معاه فيها ان مستحقات الحكام يتم دفعها في ميعادها. طيب قبل ما تنفذ الاولى دي او قبل ما تطالب الاولى دي، يبقى لازم تطالب الانديه تدفع الديون اللي عليها للاتحاد المصري لكره القدم. ما هو ما ينفعش الانديه ما بتدفعش وبتطالب الاتحاد اللي هو يدفع، ففي خطوه سابقه عن خطوه ان الحكام تاخد المستحقات في ميعادها، الا وهي ايه؟ ان الانديه اللي عليها مديونيه تقدر بالملايين تدفع المستحقات للاتحاد في ميعادها. ده رقم واحد. الخطوة التانية قال ايه؟ ان لازم يكون في لجنة ولايحة انضباطية عشان محدش يتعرض للحكام. طب ما انت برضو قبل ما تقول الكلام عن اللايحة اللي تحمي الحكام لازم تبدأ تفكر هو مين اللي بيطلع يتنمر على الحكام ويقلل من شكل الحكام ويهين اهانة مباشرة للحكام، بغض النظر هو متضرر ولا مستفيد. ده بيبقى مستفيد وبيتم انتقاد الحكام بشكل يا ريت انتقاد، ده إهانة الحكام. فلازم وانت بتتكلم عن النقطة التانية يكون في الباك جراوند بتاعك مين بيعمل كده، مين ما بيدفعش مستحقات للاتحاد، مين بيهين الحكام المصريين. تعال بقى للنقطة التالتة، وكأن النقطة التالتة دي لما بيطلع استوديو تحليلي بعد المباراة، بعد المباراة هو اللي بيأثر على ده الحكم. لا، اللي بيأثر على ده الحكم النقطتين الأولى والتانية، انه مش واخد مستحقاته، النقطة التانية ان هو خايف من مسؤولين هيطلعوا يهينوه على الشاشات، خايف ان اهله وقرايبه وولاده يسمعوا الاهانة بودانهم عشان اخطأ في مباراة. لا، القصة باختصار شديد ان كلاتنبرج نفسه كان عامل استوديو تحليلي للحكام، كان عامل استوديو تحكيم للحكام وبيعرض اللي بيحصل ما بين الحكام وحكم الفار وحكم تقنية الفيديو يعني. فالقصة مش دي خالص يا ميدو، القصة في النقطة الأولى والنقطة التانية، وابحث عن مين ما بيدفعش المستحقات لدى الاتحاد ومين اللي بيهين الحكام وبيتنمر عليهم، وبعد كده ابقى ابحث عن التحكيم، اطلع دافع عن خبير التحكيم الأجنبي وقول إن احنا محتاجين نلغي مصطلحات من التحكيم المصري، عايزين نلغي الاحتواء، عايزين نلغي العبور بالمباراة لبر الأمان، عايزين نلغي التصريحات الكتير اللي خدمت على نادي واحد بعينه. ده كده اقول لك انت فعلا عندك هدف وهو مصلحه كره القدم المصريه مش مصلحه نادي واحد. الكلام يا اسامه بتاع ميدو كلام بالنسبه لي مخيف جدا، لان حاجه من الاثنين،
لو الكلام ده فعلا قناعات ميدو فهي مصيبة، ولو مش قناعاته بيقولوا عشان يخدم مصالح نادي معين فهي مصيبتين. ليه؟ لأن يا جماعة في فكرة كده بسيطة جدا ما بين كل الناس، العجلة تم اختراعها منذ سنوات، ففكرة اختراع العجلة هي حاجة تثير الريبة. لما حد يجي يقول لي تعالى احنا هنعمل اختراع عظيم فاسمعه، هيقول هنخترع ايه؟ يقول لي تعالى نخترع العجلة، اللي هو ايه ما تم اختراع العجلة ده من سنوات. فده اللي هو بيقوله العالم كله يا جماعة، ليه استوديوهات بتحلل التحكيم العالم كله محدش شاف ان حل مشاكل تحكيم في ان هو يمنع الناس تعقب ولا تقول اخطاء ولا تحاسب الحكام. طب مين اللي بيخترع ده؟ اللي بيخترع ده تربط بقى مع الكلام، حد من مصلحته ان ده ما يكونش موجود. وانا بقول مسؤولين نادي الزمالك نادوا قبل كده بشكل واضح وصريح بان فقره تحليل التحكيم ما تكونش موجوده. هل ده ما بيخليش الناس تتكسف من نفسها؟ هل ده ما بيخليش الناس تحس ان هي المستفيده من الاخطاء التحكيميه؟ لان انا لو بقول ان انا عايز الغي التحليل التحكيمي لمصلحه الحكام هصدقك، انما انت اكتر حد بتهاجم الحكام، انما انت طول الوقت بتهاجم التحكيم وتضغط على التحكيم وتسيء للتحكيم بكل انواع العبارات، يبقى اصدقك ازاي؟ اصدق ان هدفك تحل المشكله دي ازاي؟ وعلى فكره الحته اللي اسامه كان بيقولها هو بس يا جماعه مش ان نادي الزمالك يدفع مديونياته فبالتالي اولى ان الانديه تلتزم قبل ما الاتحاد يلتزم، لا ده جزء من تضرر الحكام نفسهم هو نادي الزمالك. عشان كده انا مش فاهم ليه؟ لان انا باجي الحكام ما بياخدوش مستحقاتهم ونادي الزمالك ما بيدفعش المديونيه اللي عليه، فبالتالي لما اجي اسال فلوس الحكام فين؟ فلوس الحكام عند نادي الزمالك، وانا بقولها صراحه فلوس الحكام عند نادي الزمالك. فكره بقى اصل الزمالك محجوز عليه، الزمالك مش محجوز عليه، ما هو انت لو محجوز عليك وعندك مشاكل في ايراداتك ومصروفاتك مفترض ما تاخدش التراخيص اللازمه، مفترض شفنا قبل كده لجنه التراخيص بتستقيل، مفترض يا ميدو هو ده الاحتراف اللي اتكلمني عليه. ان الانديه اللي ما بتقومش بوفاء الالتزامات بتاعتها تكون بره المسابقه، مش ان عدي دي وتحكيم ما تتكلمش فيه. ميدو دايما لما بيكلمني في ارائه او بسمع ارائه وانا وهو بيتكلم بحس يا جماعه في مدرستين، في شويه تراب كده، فيجي حد طبيعي يكون رايه يا جماعه تعالوا نكنس التراب ده او ننظفه او نشيله، وفي حد عنده نظريه تانيه لحل التراب ده اللي هو ايه؟ ارفع السجاده حط التراب تحتها. دي نظرية ميدو اللي هو ما تعالجش حاجة. مديونيات والكلام ده لا، يطلع يضغط قيد يشكر حازم إمام في أنه هو ساعده للتحايل على فكرة المديونيات، مديونية تتجدول، مشاكل تحكيم لا ما تحللش تحكيم وارفع السجادة وحط التراب تحتها ما حدش هيشوف. النظرية دي مستحيل تروح بالكرة المصرية لقدام، وأنا عندي مشكلة أن ميدو دايما بيقدم نفسه كحد عنده فيجن، كحد عنده رؤية وأفكار، وانا بشوف ان ابعد ما يكون عن الحته دي. لا ما بقاش يا فارس، ما بقاش هو بيقدم نفسه حاليا عشان الانتماء غلب مسؤول في نهاية. خلاص هو خلاص بقى بيقدم بوضوح. اقول لك الكونفليكت ده حصل ازاي. ميدو تجربته بره اكيد لو حد حتى هو نفسه مش سمارت مش 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 عنده افكار بس عاش مع تجارب شافها قدامه هيعرف يتكلم كويس وعرف يقولها كويس. وقت ما انت تيجي تتحط في موقع تختار هل اللي انت خدت حتى القشور بتاعته ده هتنفذه ولا يغلب عليك الانتماء؟ طب الانتماء ممكن يغلب عليك في مدرسة إدارية زي النادي الأهلي فتبقى متشبع بأفكارها فتبقى شبهها لما تفكر. على الجانب الآخر انت متأثر بمدرسة انت لما دخلت اختلطت بيها، شفت الواقع وشفت الطريقة، وانت نفسك بتيجي تقول دلوقتي ان هي فيها مشكلة كبيرة جدا، فتأثرك بيها هو اللي بيطلع الآراء اللي في رأيي فيها كتير جدا من العوار. ولكن ابراهيم نور الدين احد الناس اللي انا بشوف ان هم عندهم مشاكل كتير جدا على المستوى التحكيمي خصوصا في السنوات الاخيره، كان عنده بعض الاراء اللي تخص التحكيم وايضا الاستوديوهات التحكيميه، نسمع قال ايه في الفيديو اللي جاي. هل 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 فقرات التحليل التحكيمي بتسبب لكم ازعاج؟ هل طلبتوا او بتتمنوا ان هي يعني ممكن ما تبقاش موجوده بس يعني يبقى فيها يعني انضباط اكتر وكلام بالقانون مش كلام بالاهواء؟ هل انتوا طلبتوا الكلام ده؟ إيه انت يا كابتن ميدو قلم كبير، انت بتلاحظ دوت ولا لا؟ لا لا انا بلاحظ. انا قلت انت في يوم من الايام انا قلت انت في يوم من الايام كان عندي مباراه لفرقه انت كنت بتمرنها قبل كده يعني وطلعت اتهاجمت
وحضرتك جبت وحضرتك اللي هاجمتني معاهم. وبعدين جبت حد من انجلترا حكم دولي سابق و شرح الكلام اللي انا بقوله غلط وشرح وانت قلت لا اعتذرت. لا سيبك من الاعتذار. فلما حضرتك انت تغير تفكيرك ده دي ثقافه طبعا. غيرك لا، غيرك بيبقى عارف ومتاكد مليار في الميه ان كلامه غلط وهو الاهواء شخصيه والحب طبعا عايز ينجح حد، عايز يفشل حد، بس انا عايز اطلع فلان بقى اقول فلان كذا وما بجيبلوش العاب، وواحد تاني بيجيب له لعبه صح من زاويه اخرى ما تبينش اصلها مش واضحه ممكن ما يقولش عليها انها مش غير صحيحه، ركله جزاء غير صحيحه، لا ما يقولش كده. يعني هو السياق المنطقي والطبيعي ان لو انت سالت ابراهيم نور الدين تلغي الفقرات اللي بتحلل التحكيم ولا لا، وقال لا، ده يبقى بالنسبه لي الرد اللي هو خارج الصندوق، اللي هو حد واثق في نفسه واثق في قدراته. انما الطبيعي بكم الاخطاء اللي بيرتكبها ابراهيم نور الدين وبكم الحالات التحكيميه اللي خلت خبراء اللعبه او خبراء التحليل دايما يقولوا ان هو عنده قرارات خاطئه ويلوموه. فلو الراجل ده جه طبيعي قال لك ان انا مع الغاء الفقرات التحكيميه او التحليل التحكيمي، يبقى هنا في مشكله، لان هو من اكتر الناس اللي عندها اخطاء ومن اكتر الناس اللي طول الوقت عندهم مشاكل. فانت كانك بتسال واحد طول الوقت بيكسر السرعه ايه رايك ان احنا نلغي قانون مثلا الحد الاقصى للسرعه، هيرد يقول لك لو النبي سيبه، هو اول واحد هيروح يقول لك لا طبعا الغيه. وبعدين الفرشه بقى اسال ويقول له انت اعلامي كبير، فطبعا يا جماعه انتوا ليه بتخترعوا؟ ليه الناس ما تشتغلش على نفسها وعلى قدراتها وعلى تحسين قدراتهم وعلى ان انا ابقى حكم جيد بغض النظر عن مين يحلل؟ ولا هي المشكله ان بيجي برنامج زي خط احمر في السنتين ان النادي الاهلي فقد فيهم القاب الدوري، قلنا يا سيدي سيبك مننا، فارس واسامه دول ناس عندهم اهواء، خد كمان يا عم ناس موجهين. ناس موجهين طالعين في قناه الاهلي متوجهين ان لا يا سيدي قول ان النادي الاهلي خسر النقاط دي بالتحكيم. طب كنا بنطلع نقول ايه؟ بخبراء التحكيم تعالى واحد اتنين تلاتة. هو عايز يحرمك من دي؟ عايز ابراهيم نور الدين يعمل اللي هو عايزه؟ عايز كل الحكام اللي موجودين معروف وغيرهم وامين عمر وكان عاشور وغيرهم ارتكب اللي انت عايزه ومحدش بيتكلم، هو ده اللي هيصلح التحكيم؟ يا جماعه ما فيش حد فعلا بيفكر. بص، هو اكد على انه لما كان ميدو بيطلع بيقول رايه في التحكيم، فجاله الخبير التحكيمي جلجر يقول له رايك غلط، فكان بيعتذر، فميدو قال لك انا هفضل اقضي اعتذارات، فيعني عمل هدنه في هو لغى فقره التحكيم. هو ايوه لغى فقره التحكيم بالفعل، لان الموضوع كان بالنسبه له صعب. بس انا عجبني ان ميدو كان اكثر حظا من احد مقدمي البرامج في احد القنوات الرياضيه، لان ابراهيم نور الدين قال له شوف انت عشان اعلامي بتفهم فانت اعتذرت او ان انت تراجعت، ده في واحد اتقال له كده على الهوا انت ما تتكلمش في التحكيم، انت بتفهمش تحكيم بوضوح. فميدو اكثر حظا من هذا الاعلامي. لكن فارس كان بيسال ومستغرب ابراهيم نور الدين اللي عنده اخطاء تحكيميه بترصدها للاستوديوهات التحليليه، ليه مش عاوز يلغي الاستوديوهات التحليليه؟ الاجابه هتشوفوها في الفيديو ده. انا عايز اديك مفاتيح عشان برضه ما بقاش دخلت في نواحي فنيه. تمام. انا بساعدك في البرنامج عشان قربت ابطل وفي ما بيننا وعد ان انا احلل معاك. تمام. تقلق هتبطل دلوقتي لسه شويه. انت كام سنه يا كابتن ابراهيم؟ انا 43. طيب هو المفروض السن كام؟ 45؟ لا بقى مفتوحه كمان، ممكن نعمل زي كابتن محمود اختار ربنا يرحمه الراجل المحترم المتربي. الاجابه واضحه، الراجل بيعمل مستقبله، انت جاي تكلم واحد قرب يبطل وبيقول لكريم حسن شحاته انا عايز اعمل معاك استوديو تحكيمي، فانت تيجي تقول له نلغي الاستوديوهات التحكيميه؟ لا يا عم، انا ممكن اقعد سنتين الاستوديوهات التحكيميه دي تقطع فيا، بس اقعد بعد كده اشتغل 15 20 سنه بقدم استوديو تحكيمي. ابراهيم نور الدين ذكي بيدور على المستقبل، فدي الاجابه، هو عايز الاستوديوهات التحكيميه من هذا المنطلق. اعتقد جاوب لك على استغرابك واندهاشك ازاي ابراهيم نور الدين عايز الاستوديوهات التحكيميه. ده حقيقي. واعتقد يا جماعه ابراهيم نور الدين ما كانش رايه بس فيما يتعلق بقى بالاستوديوهات التحكيميه، تعالوا نروح لراي ابراهيم نور الدين في اساس التحكيم وما استحدث وفكره الفار. ابراهيم نور الدين كان بيقول ايه عن حكام الفار؟ نسمع ونرجع نعقب لان في كلام مهم جدا. مش عارف ليه بحس دايما ان بيبقى في شويه حساسيه كده ما بين حكم تقنيه الفيديو وما بين حكم الساحه. يعني بحس كده مثلا ان ايه
انت ايه اللي قول لي انا صح ولا لا؟ انت جايبني على دي ليه يا عم؟ انت ما هي باينه، بحس كده في تاتش كده. ما خالص، انا عايز اقول لك على حاجه، انا في الملعب لما حكم الفار بيجيبني انا ببقى سعيد جدا، اللي بيخليني اشوف اللي انا شفته مرتين، باكد على قراري، وانا برضو صاحب القرار. يعني ما عندكش مشكله في الحته دي؟ جميعكم اراء وانا صاحب القرار. طيب ما فيش حكام بجد بتتضايق لما حكم تقنيه الفيديو ينادلهم؟ ده يبقى عنده مشكله في شخصيته. هو انت جاي تساعدني؟ ده بيحصل ولا لا؟ كابتن ميدو انا مدرب عام وانت مدير فني. انا قمت وقلت لك الباك ليفت عنده مشكله في التغطيه. تزعل مني؟ لا. ولا تشكرني؟ اه لا. انت هتكسب. المكسب هيعود على مين؟ على حضرتك. لما الحكم الفار يجي يقول لي ركله الجزاء غير صحيحه وعدل، مش افضل ما نطلع بعد المباراه فرقه خسرانه وتقعد تهاجمني واظلم؟ صحيح. ايوه افضل. صح صح، بس احنا بنتفق. ده الناس اللي عندهم يعني ضبط نفسي. يعني عندهم سويين، خلينا نقول عندهم ثقه في نفسهم. صحيح. يمكن يا جماعه في كده تويستايه ابراهيم نور الدين لحق لم نفسه فيها، ويعني لو اي حد بيحاول يحلل علم نفس هيفهم ان ابراهيم نور الدين تدارك اللي قاله في بدايه الفيديو. يعني ابراهيم نور الدين في الاول قال راي، انا بقول لكم هو معبر تام عن شخصيه ابراهيم نور الدين تماما. ثم لما ميدو بدا يكلمه وينتبه للي هو قاله، فقال هو حد يزعل ان حد يساعده وان انت يبقى عندك خطا ركله جزاء كنت هتظلم بيها فريق بدل ما تتهاجم؟ لا، دي مش شخصيه ابراهيم نور الدين، وانا ما بفتريش عليه. اسمع النص الاول من الفيديو. قال انا بالعكس بكون سعيد جدا، اصل انا واثق من شخصيتي. هو في حد يتضايق انه يطلع يشوف اللعبه عشان يبقى شاف قراره واكد على قراره ووجهه نظره ورؤيته مرتين؟ الجمله دي مرعبه، لان الجمله دي عكس فكره الفار اصلا، عكس الهدف اللي تواجد عشانه الفار، وعكس الفكره اللي الفار بيفيد اي دوري واي حكم بيها. انت مش مفترض طالع عشان تاكد على قرارك مرتين وتثبت ان قرارك كان صح. لو انت بتتعامل مع حكم الفار كده يبقى بلاها فار اصلا. انت بتروح للفار عشان تشوف القرار اللي حكم الفار رجعك فيه انك غلط هو صح ولا انت صح، مش عشان تاكد على رؤيتك مرتين وتشوف ان قرارك كان صح مرتين. وانا بقول لكم تحكيميا، واللي بيشوف دايما التعامل والبادي لانجوج بتاعت ابراهيم نور الدين هيبقى عارف كويس قوي ان دي شخصيه ابراهيم نور الدين. سيبكم الجملتين اللي رجع لمهم في الاخر وحد يزعل لما يظلم نادي والكلام ده. وعشان كده يا جماعه انا بقول لكم في الدوري المصري كتير جدا من الحكام ثقافتهم ان الفار يجيبه ويعدل عليه ويطلع رؤيه الفار غلط، رؤيه الفار صح وقرار انا غلط، دي تنتقص مني كحكم. اقسم بالله مش حكم ولا اتنين، كتير جدا من الحكام في الدوري المصري بيشوف ان الفار جايبه يعلم عليه، وبيشوف ان الفار جاي يقول له لا انت قرارك غلط، مش بيشوف ان الفار جايبه يساعده. مع ان كل حكام العالم الكبار بيطلع وبيرجع للفار وبيغير قراره وعادي جدا، لان عنده فكره ان حكم الفار هو حكم مش مساعد ليا. لان شفت كمان الجمله، هو ما اسموش الاسيستنت ريفري، هو مش ده الحكم المساعد، ده الحكم المساعد اللي معاك في الملعب ده حاجه، والحكم الفار حاجه، وليه مساعد في حكم فار والاسيستنت بتاع الفار؟ انت نفسك في المصطلح اللي انت بتقوله، على فكره المصطلح نفسه غلط، ده مش مدير فني وده المساعد ولا ده المدرب العام، اصلا ده غلط، ده حكم فار للمباراه وحكم ساحه للمباراه. فحتى فهمك وسيكولوجيتك في فهم دور حكم الفار هي نفسها غلط. يعني اعتقد ده بيعكس شخصيه ابراهيم نور الدين بشكل تام. بالتاكيد، بس هو يعني بيتكلم عن ان قرار حكم الفار هو قرار مش هو القرار الالزامي، في النهايه القرار لحكم الساحه هو صاحب الراي الاول، ولكن هي نقطه مهمه جدا في فكره الحكم المصري. ابراهيم نور الدين هنوضح لنا في الفيديوهات الجايه دي، او وضح لنا هو ليه بيغلط. بس الحقيقه انا بشوف مشهد دايما اكرم حسني لما عمل دور حكم ساحه وكان يعني شايف المشهد كويس وبياخد قرارات عكسيه، لان الحقيقه مشهد اكرم حسني يعني تعرضنا له في السنوات الماضيه منذ دخول تقنيه الفيديو في مباريات كثيره جدا، يمكن اشهرها مباراه
الزمالك وحرس الحدود الموسم 2019-2020. كان بينافس نادي الزمالك مع نادي بيراميدز على وصافة النادي الأهلي للمشاركة في دوري الأبطال، وكان فريق حرس الحدود بينافس من أجل صراع البقاء في الدوري، وكان حكم الساحة محمود ناجي، وكان في ركلة جزاء مركبة في الدقيقة 92، يعني ركلتين جزاء، يعني قفز من الونش على مهاجم حرس الحدود، ثم لما لعب الكرة وفي مسافة جت في إيد لاعب نادي الزمالك وقتها، أعتقد محمد حسن اللي هو سجل هدف بإيده أو إيده خدمته في إنه يسجل هدف في النادي الأهلي الموسم الماضي يعني. فطلع وقتها الكابتن سمير عثمان وجاب المشهد ومحمود ناجي بيناقش حكم الفار ورافض الخروج من الملعب. القصة مش قصة فقط لغير إن هو بيظهره إن هو حكم غير قادر على اتخاذ القرار السليم واخدها بشكل شخصي، لا هو واخد برضو نقطة أنت بتحرجني ليه في قرار أنا تغاضيت عنه، فأنت جايب تقول لي شوف القرار اللي أنت تغاضيت عنه وأنا أصلا مش عايز أدي القرار ده. ما هو أنا لو أديت ركلة الجزاء دي في الدقيقة 92 نادي حرس الحدود هيتعادل، فوارد جدا نادي بيراميدز يبقى هو وصيف نادي الأهلي في الدوري، فنادي بيراميدز يشارك في دوري الأبطال، فأنت ليه بتيجي وتحرجني وتخليني أرجع ما اقدرش اخد القرار السليم. نفس الكلام محمد الحنفي في مباراه الزمالك وسموحه، ركله جزاء على طارق حامد جابها له حكم الفيديو، شاف ركله الجزاء وشاف الداس على عبد الكريم وادي في الدقيقه 7 لصالح نادي سموحه، ورجع ما قدرش يحسب ركله الجزاء، لان القصه مش قصه انا جايبه يساعدني او حتى جايبه عشان يبدي لي صوره او حتى يقول ان انا ما خدتش بالي، لا ده جايبني يحرجني، انا مش حمل القرار ده، انا مش حمل اخد ركله الجزاء دي على نادي بعينه، فبالتالي انت جايبني تحرجني. ده بالظبط اللي موصل ابراهيم نور الدين لحاله الاولى من الفيديو، وهو فكره انا سيد قراري، ده انا عايزه يجي ياكد لي ان انا شفت الاثنين صح، ده انا ابراهيم نور الدين. عشان كده جبنا الكابتن ابراهيم نور الدين، وبالمناسبه هو لم يعترض على الاستوديوهات التحكيميه بل اعترض على مقدمي البرامج اللي ممكن يفهموا تحكيم وممكن ما يفهموش تحكيم، لكن هو كان مع الاستوديوهات التحكيميه لانه شايف مستقبله بعد الاعتزال هيكون في الاستوديو التحكيمي او الاستوديو التحليل المباريات. فخلينا نقول لك بقى كابتن ابراهيم ان الاستوديوهات اللي انت عايز تنضم ليها بعد الاعتزال لعله قريب بيوضح لك قد ايه انت مش قادر تستفيد من تقنيه الفيديو، لان المشكله في مدى فهمك لوجود تقنية الفيديو وإنها داعمة ليك، ويا ريت كنت أنت مؤمن بمثل المدرب المساعد والمدير الفني. تعالوا نشوفوا أخطاء الكابتن إبراهيم نور الدين. هنا لعيب نادي سموحه ناجح انه يلعب الكوره، بعد كده هنلاقي قدم لعيب نادي الزمالك حتى لو لمست الكوره داست على قدم لعيب سموحه منعته حتى انه يحاول يرفع رجله، ركله جزاء سهله كان لازم حكم المباراه يحتسب. انا من وجهه نظري النهارده بريم لو كان حسب الكوره دي كان دخل التاريخ، اول ركله جزاء في خلال 13 ثانيه وسهله. ابراهيم ما حسبلهاش ليه؟ الاجابه عنده هو فقط او اي عد عند حد تاني اشرح لنا لعبه غير دي، احنا لو نجيبها من الطبيعي طبعا واضحه، لعيب سموحه لعب الكوره، لعيب نادي الزمالك داس على قدمه، ركله جزاء سهله. الحاله الثالثه تحرك ممتاز من ابراهيم نور الدين ثم احتساب ركله جزاء، لو الكوره جت في ايد لعيب نادي سموحه نمشي مع حكم مباراه ركله جزاء. اول حاجه هنا حكم ارتكب خطا، اول خطا طبقا للخبرات بتاعت ابراهيم عاليه جدا، يتاخر بس في الصفاره. صح عندك كده حاجه كابتن ايمن؟ لا افرض ما كانتش بينالتي يبقى ضيع فرصه للزمالك ولا ايه؟ بالظبط كده، لو اتاخر شويه للصفاره هيشوفها جت جول اوكي، هي ممكن يرجع لمراجعه الكوره في الفار. اللي انا شايفه هنا الكوره ما جاتش في ايد لعيب نادي سموحه، يعني ايديه ممدوده بس الكره ما جاتش، والدليل على كده مكمله التاخير اللي حصل في دماغ لعيب نادي سموحه. طب حكم الفار نداه وجاب له زاويه رؤيه، كذا زاويه رؤيه، طبعا هنا دي ما تقدرش تقول هنا فيها ركله جزاء ولا من الصوره دي، لكن مصطفى مدحت بصراحه جاب له صوره ممتازه اللي احنا شايفينها، الكره مكمله، ما فيش اي يعني من وجهه نظر ما فيش اي لعب ان الكره لمست في ايد لعيب نادي سموحه، والله لمست ايده مكبره جسمه تمشي بركله جزاء، انما الصوره اللي انا شايف هنا لا توجد ركله جزاء. واحيي تاني مره مصطفى مدحت حكم الفار انه يستدعي الحكم في اول لعبه ويرفضها. تاني حالة اللي هي بتبقى صعبة بالنسبة لحكم الفار انه يستدعيه، انا شايف يعني ابراهيم عنده اداء احسن من كده بكتير، ناس يختلفوا معايا بس انا بحكي صورة، عمل مباراة ممتازة في تونس بس النهارده لا، انا شايف ابراهيم عنده حاجات اكتر من كده كتير. انا بس بطلب من الحكام كل حكم لازم يحكم اي مباراة لازم يبقى اناني فقط، اناني لاسمه بس.
بس بحيي تاني، بحيي تاني حكم الفار، حكم الفار نجم اللقاء بالنسبه لي. يعني كابتن سمير عثمان ومصطلحات دايما للتحكيم، حب نفسك يعني من الاخر يعني. فتخيل حكم الفيديو جابه مره فرفض يستجيب ليه، فجابه تاني وبرده رفض يستجيب ليه، وخد قرار هو من وجهه نظره شايف ان هو ده قراره صح. طب الرؤيه بتقول ايه؟ الصوره بتقول ايه؟ الكابتن ابراهيم نور الدين لا يستجيب ولا يستمع. نفس الامر بالظبط في مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا لو تتذكروا، اللي انتهت 3-2 لصالح نادي الزمالك. في اول 10 دقائق او تقريبا في الدقيقه 11 ركله جزاء واضحه لشادي حسين يستدعيه حكم تقنيه الفيديو، يروح الكابتن ابراهيم نور الدين ويرجع ياخد قراره اللي هو خده اثناء المباراه واستمرار اللعب، عدم احتساب ركله جزاء في بدايه المباراه نتيجه مؤثره. ما دي القرارات اللي بيستدعيك فيها الفار، لكن كابتن ابراهيم نور الدين لا يستجيب. نفس الامر مباراه الاهلي والاتحاد، خطا لصالح النادي الاهلي يعتبر يعني تقنيه الفيديو جابته ووريت له صوره ركله جزاء نتيجه شد حمدي فتحي، وكابتن ابراهيم نور الدين انا هاخد قراري اللي انا مصر عليه. اذا انت عندك مشكله في حاجتين، ان انت مقتنع ان حكم تقنيه الفيديو ده يعني ما يعرفش قانون اللعبه، وان هو لما يجيبك ويوريك المشهد مره ثانيه فهو كده بيحرجك، والحاجه الثانيه ان انت في بعض الانديه ما بتقدرش تاخد امامها قرارات حتى لو حكم تقنيه الفيديو استدعاك، وبعض الانديه زي النادي الاهلي عادي جدا لو حكم تقنيه الفيديو استدعاك وقال لك في ركله جزاء للنادي الاهلي او اي حاجه يعني تقتضي تدخل تقنيه الفيديو انت مش هتستجيب. اعتقد كابتن ابراهيم نور الدين وجودك في الاستوديوهات التحكيميه هيبقى مسار جدل كبير جدا نتيجه الحالات اللي انت ارتكبتها وانت حكم، فاكيد هنقف عند ارائك كتير جدا جدا جدا، بس انت اعتذر وتوكل على الله. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم وبرنامجكم الاهلي خط احمر، وفي فقرتنا دي هنتكلم عن حاجه انت بتشوفها دايما، دي الشماعه اللي بتتجاب اي ازمه اي مشكله استدعي فكره الرعايه. يا جماعه يمكن القصه كلها قائمه على فهم البعض للمشكله اصلا جايه من سبب ايه. يعني انت طول ما انت عندك غياب لتقييم الحاجه صح عمرك ما هتوصل لنتيجه صح. يعني لو انت المقدمات عندك غلط مستحيل توصل لاستنتاج صح. ده الف ب في علم المنطق لما تيجي كده تذاكر بديهيات وبدايات المنطق. البعض بيعتقد ان فكره الرعايه وكانها منحه حكوميه، وكان بنصحى الصبح نوزع او المسؤولين او الاتحاد او الشركات الحكوميه مفترض توزع حاجة بين الأندية، فمفترض تكون المنحة دي أو الدعم ده بالتساوي. الناس مش قادرة تدرك إن ده قطاع خاص قائم على فكرة الربح والخسارة، قائم على فكرة العوائد والريفينيو اللي بتدخلي من المؤسسة دي إيه، قائد على ألف ب براندنج. لما تيجي تقرأ كده إزاي تعمل براندنج هتلاقي حاجتين، الفاليو والأيدنتيتي، الهوية والقيمة اللي أنت بتروح لها. محدش بيحب لهوية انه يروح لحاجة بتدي فاليو ان هو طول الوقت خسران. محدش بيحب يربط علامته التجارية بايدنتيتي بيكون فيها مشاكل واساءات وتطاول وحاجات كتيرة جدا. ده حاولنا نتكلم فيه كتير ولكن البعض مش عايز يفهم، وعشان البعض مش عايز يفهم هتفضل تلاقي نوعية الفيديوهات ونوعية التصريحات اللي هتشوفوها معانا في الفيديو ده. انا بقولك مفيش عدالة في الكرة في مصر. لو في عدالة في الكرة لا الموضوع هيروح بالنسبه للزمالك في حته بعيده قوي. حقق العداله لنادي الزمالك ودور على اي فرقه تاخد اي مركز بعيد عن الزمالك. ده خلاصه الكلام. طيب انا عايز ارد عليك، هتقول لي مال ده ومال افريقيا. لا انا هرد عليك برد الاهلاوي، ان انا ما انا لازم ان انا ارد برد الغائب يعني. النهارده الناس الاهلاويه لما بتقول الكلام ده او في جمهور كتير بيقول لك الكلام ده بيقول لك ان المشاكل جايه من عندك. انت اللي عندك المشاكل، انت اللي بتسمح لاي حد ان هو يتدخل في شؤونك وان هو يمشي مجالس اداراته وان هو يحل مجالس اداراته وان هو يعين لجان معينه، المشاكل بتبدا من عندك. طيب حلو حلو قوي ردودي على ايه على الكلام ده. هو السنه اللي فاتت واللي قبليها مين بطل الدوري؟ الزمالك. الرعايه بتاعته قد ايه؟ الرعايه بتاعته اقل بكتير من الاهلي. ازاي؟ الردود اقول لك ردود لان ده دوري كاعلامي يعني. الردود ان انت مش مساعد البراندز او العلامات التجاريه او الشركات ان هي تتشجع ان هي تخش تستثمر معاك وان هي يعني تحط اسمها معاك
بسبب الخروج عن النص اللي موجود وبسبب بعض الألفاظ اللي بتتقال على قناة النادي اللي هي النافذة الرسمية الإعلامية الرسمية للنادي. فأنا اتكلمت مع على فكرة مع المسؤولين في المتحدة وهم كلهم أصدقاء أعزاء، وأنا بقول لك إن دي ردودهم، وأنا عايزك برضو تقول لي أنا سعيد جدا بالحوار اللي ما بيني وما بينك ده، لأن أنا بطرح عليهم الكلام اللي أنت بتقوله، بس أنا هنا برد لك. مهم إن جمهور مصر كله طيب ماشي. الردود إن أنت عندك ماشي ماشي. عندك مقبول ماشي مقبول وموافق عليه. طيب هل ينفع أحسن لعيب في مصر ما تعملوش إعلان؟ منطق اللي هو زيزو مثلا. هل ينفع أحسن سيرد باك أحسن باك ليفت في أفريقيا ما تعملوش إعلان؟ فتوح ده كابتن علي ماهر الأسبوع اللي فات بيقول لك حسين السيد أحسن من فتوح. ده وجهة نظر احترمها وأقدرها. ماشي يعني أنا وجهة نظري إن فتوح أحسن باك ليفت في أفريقيا. تمام ده وجهة نظري. دلوقتي الطريقة اللي ماشية بيها ال عدم الاستقرار الاول ثم بعد كده الطريقه الاسلوب بتاع النافذه الرسميه الاعلاميه للنادي مع الاحترام الكبير لكل الشخصيات اللي موجوده، في ناس شغاله كويس جدا وفي ناس يعني ايه بتتجه لاسلوب انا في رايي ان الزمالك يستحق افضل من ذلك بكل صراحه. حقيقي. يعني في ناس شغاله كويس جدا وكل حاجه، لكن ده دي قناه نادي الزمالك، فتيجي يقول لك ان انا المعلن مش عايز يقرن اسمه او يحط اسمه في حاجه او في محتوى هو شايف ان هو مش في نفس مستوى المنتج بتاعه. اول مرة من فترة طويلة جدا كابتن احمد حسام ميدو يرد الردود العلمية والعملية واللي اي منطق مفترض يقولها، اول مرة اسمعه. ويمكن الكلام ده ما جاش على لسانه هو، جاء على لسان الناس المسؤولين في ملفات الرعاية، ومش مسؤولين بمعنى ان هم بيمنحوا او يمنعوا، وده برضو فهم خاطئ. هم بيديروا التعامل والعلاقة بين الشركات الخاصة والأندية اللي الشركات الخاصة دي عايزة ترعاه. يعني هو مش بيقنعهم يرعوا أو ما يرعوش لأن الأمر مش في إيدهم، هو بيجي لي الشركة الخاصة اللي عايزة ترعى فهو بيعمل اللينك بينها وبين النادي وفقا للأطر القانونية المنظمة. فهنا هو بينقل فيجن ورؤية، لما دايما بقول إن كابتن أحمد حسام ميدو بقاله فترة بيتكلم كلام ما فيهوش فيجن، كان دايما بيحاول يظهر بشكل عملي وان هو عنده افكار وعمليه وتسويقيه وبتاع. لا، في الكلام ده المره دي هو اتكلم الكلام التسويقي. ليه؟ لان هو سمعه من ناس مختصين. كابتن طارق السيد نفس القصه، اللي هو ايه؟ يا جماعه هذا الفكر اللي احنا بنتوارثه. ده اللي اجيال ورا اجيال عايشين على حلمنا، ايه حلمنا؟ اللي احنا يكون عندنا فكره الرعايه اللي زي النادي الاهلي. وبدايه كلمته العداله، لا هو مش مفترض العداله معناها ان انا اساوي بين الانديه ولا اقرب منهم. انت وقدرتك يا جماعه الف ب، لما تيجي تقرا عن فكره القطاع الخاص والانديه اللي بتتعامل بحقوق تسويقيه خاصه، انت وقدرتك في السوق، انت وقيمتك عند المعلن، انت وقيمتك عند اللي عايز يسوق لعلامته التجارية. الموضوع لا تدخل فيه من اتحاد كورة ولا من شركات حكومية ولا من اي مسوق او غيره. الموضوع انت علامتك التجارية ايه. الكلام اللي اخيرا اتقالك، انا عايز اربط علامتي التجارية مع مين، انا عايز البراند بتاعي لما اجي البراند ده اوجد له الايدنتيتي واوجد له الفاليو هوجدهم على صدر مين، هوجدهم على التيشيرت بتاع مين، هوجدهم على المؤسسة اللي عاملة ازاي. ونفس السؤال البديهي اللي بشوفه مضحك جدا، اللي هو ايه؟ هو احنا مش خدنا دوري السنة اللي فاتت؟ طب ما انت ما خدتش افريقيا من 23 سنة. طب ما انت تاريخك كله عند اي معلن لما حضرتك بيجي يعمل بريزنتيشن كده عشان يقيم او ستاتس او دراسات هيلاقي سؤال واضح جدا، هو انت في تاريخك اساسا كم مرة خدت اكتر من دوريين ورا بعض؟ مفيش. فاحتمالية تتويجك بالدوري التالت على التوالي الصفرية. كل ده بيجي في دماغ المعلن، دي عوامل جت في دماغك؟ لا، واوجعك اكتر بقى، لان انت قلت زيزو افضل لاعب في مصر ما بيعملش اعلانات. وزيزو ده لو في النادي الاهلي هيعمل اعلانات. عارف ليه؟ لان نفس الفكرة. طيب، حاجة مهمة جدا والناس ما بتصارحش نفسها بيها. وانا بقول بالاسم اهو، هو مش كان عندك عضو مجلس إدارة رجل أعمال ناجح وليه اسمه؟ وطبعا من ناس رجال الاعمال الشاطرين جدا، وهو الاستاذ هاني برزي، وعنده شركات لها قيمتها في السوق المصري في سوق الاعلان وفي سوق الرعايه، وراجل زملكاوي كان موجود في لجنه معينه.
اهو سيبك من الاهلي خالص وسيبك من الشركات اللي انت بتتكلم فيها خالص، ليه ما فكرش يرعاك؟ ليه ما فكرش يجيب حد من اللعيبه يعمل له اعلان حاليا؟ ليه ما فكرش يحط المنتج بتاعه على التيشيرت بتاعك؟ جاوب، لو جاوبت ممكن تفهم. لا هو ليه ما استمرش؟ لان هو عمل يعني ده هو في لجنه معينه، انا بتكلم دلوقتي والراجل بره كشركه، مفيش فكره وين وين سيتويشن حاليا. لكن طبعًا. هو في المجلس كان ما هو طبيعي. كان الموضوع، لكن هي القصه كلها باختصار شديد ان دايما وابدا هتلاقي ان هم عارفين الواقع والحقيقه عارفينها كويس قوي، وعارفين القيمه الشرائيه للنادي الاهلي، وعارفين اسم النادي الاهلي ازاي، وان القصه في الرعايه مش مرتبطه فقط لا غير بالبطولات. بدليل مانشستر يونايتد الانجليزي اخر دوري خده موسم 2012 2013، صدر التيشيرت بتاعه 90 مليون جنيه استرليني. مانشستر سيتي بطل الدوري 5 مرات اخر 6 مواسم، بطل دوري ابطال اوروبا، بطل السوبر الاوروبي، التيشيرت بتاعه او صدر التيشيرت بتاعه متباع ب 65 مليون استرليني. ده معناه ايه؟ ان الموضوع مش متعلق فقط لا غير ببطوله، ده فريق بقاله 10 سنين افضل مركز ليه بياخده هو وصيف الدوري، وفريق اخر بقاله 6 سنين واخد 5 دوريات واخد دوري ابطال اوروبا واخد سوبر اوروبي وداخل كاس العالم للانديه، فانت بتتكلم وعنده نجوم من نجوم العالم، فانت بتتكلم عن ايه؟ ان القصه مجموعه من العوامل كلها جنب بعضها، شعبيه، واعتقد الشعبيه تتضح بشكل واضح جدا في تصويت الرابطه لما بيتعمل على جائزه افضل لاعب، القصه بتوصل للنادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي 90%. طب لو لاعب من انديه اخرى داخل والاهلي مش موجود، فهتلاقي جميع النادي الاهلي بتقول روح للاعب من نادي مختلف تماما ضد نادي اخر، حتى لو انت زيفت النتيجه او زورت النتيجه، القصه واضحه امام الناس 90% تقريبا تصويت النادي الاهلي. لو حطيت النادي الاهلي في اي تصويت جماهيري، النادي الاهلي رقم 1 بمسافة كبيرة جدا عن رقم 2. طب تعالى لقصة هو مش زيزو أفضل لاعب وفتوح مش أفضل لاعب، دي وجهة نظرك، لأنه لما قالك ياسين السيد من وجهة نظر آخرين فأنت حكمت من وجهة نظرك. طب خليني أنا أؤكد على وجهة نظرك، أنت شايف أن فتوح أفضل لاعب في أفريقيا باك شمال، هو مين اللي اتهم فتوح بالتعاطي والهروب من المباراة؟ أنا بقى كمعلن أروح أجيب فتوح المتهم من مسؤول ناديه اقول له تعالى اعمل لي اعلان لمنتج؟ اعتقد المنتجات دي ما بتعملهاش اعلانات. فقبل ما تلوم ليه الشركه ما راحتش الفتوح، اسال هو اصلا مين اللي شوه سمعه فتوح؟ هو مين اللي اضر بسمعه فتوح؟ طب ما زيزو ما تعملوش كده، بس انت تضمن منين لو زيزو اختلف ما يطلعش يتقال على زيزو كلام تاني؟ فبالتالي القصه مش مضمونه، والاسئله اللي سالها ميدو للمسؤولين في الشركه المتحده دي اجابات واضحه جدا، اجابات حقيقيه على ارض الواقع. مفيش حد هيغامر ان هو ممكن يختلف اي اختلاف في اي بند من بنود التعاقد مع نادي فيلاقي نفسه بالليل بيتم التشهير بيه بمنتجه ويضر باسم منتجه. ما اقدرش اعمل ده، ما اقدرش. عشان كده المنتمين لنادي الزمالك نفسهم مش قادرين يعملوا ده، مش قادرين يعملوا ده. طب انت عشان توصل لده ايه؟ لا انت مش هتوصل للنادي الاهلي. وللاسف للاسف احنا نتوارث افكار سلبيه وفكره ان احنا قطبي كره القدم المصريه، ده مش حقيقي. احنا لازم نتعامل ان نوجه الناس ونتكلم مع الناس من خلال ارقام وتاريخ. لكن فكره ان انا زي النادي الاهلي مش حقيقي، لان لا انت في حجم الشعبيه زيك زي النادي الاهلي، ولا في حجم البطولات زيك زي النادي الاهلي، ومفيش بطوله تقدر تقارن بينك وبين النادي الاهلي سواء انتهت زي السلطان حسين او دوري القاهره او مستمره وتلاقي نفسك على مقربه من النادي الاهلي، باستثناء بطوله كاس مصر اللي وانت قريب من النادي الاهلي محتاجين النادي الاهلي يقفل على البطوله دي 10 مواسم كامله وانت تلعب لوحدك 10 مواسم كامله عشان تتساوى مع النادي الاهلي. فليه اكون دايما باصص ان في قطبي كره مصريه؟ احنا وضعنا مختلف، مش ريال مدريد وبرشلونه يا جماعه، احنا اقرب تشبيه لينا كدوري بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، ده اقرب تشبيه للدوري المصري والفرق والدوريات الكبرى، الدوري الالماني البوندسليغا. لكن المشكله دايما ان انت غزيت باعلام منتمي بوضوح لنادي الزمالك رحمه الله عليهم ان عندنا قطبي كره القدم المصريه، ان الاهلي والزمالك والزمالك والاهلي. لا الحقيقه مش كده،
الحقيقه بتقول مش كده، لا شعبيه بتقول كده، ولا ارقام بتقول كده، ولا تاريخ بيقول كده، ولا بطولات بتقول كده. ولو عندك حاجه بتاكد ان كلامنا ده مغلوط قول، اطلع قول. ميدو جه في وقت من الاوقات قال انا عايز اعمل دراسه كده واعمل شريحه كبيره جدا توضح لي قد ايه شعبيه الانديه في مصر وشعبيه الاهلي والزمالك. طب ما تعمل اي استفتاء عندك على اكونتك الشخصي عندك انت، مش انت زملكاوي ومتابعك زملكاوي، اعمل انت استفتاء عندك وانت تعرف النسبه كام. مش هقول لك ادخل كل يوم على استفتاء الرابطه وانت تعرف النسبه كام، ادخل على اي استفتاء جماهيري وانت تعرف النسبه كام. شعبيه النادي الاهلي لا يضاهيها شعبيه في الوطن العربي على الاطلاق، على الاطلاق، ولا يقترب احد من ربع شعبيه النادي الاهلي في الوطن العربي. الارقام بتقول كده، احنا 100 120 مليون معظمنا بنشجع النادي الاهلي، معظمنا بنشجع النادي الاهلي. فلازم يا جماعه توصل لكم الحقائق دي. انا اسف جدا، الحقائق اللي بتقول لكم ان لما كانت في جهه بتاخد رعايه النادي الاهلي كانت بتحقق مكاسب من وراها. طيب كنت انت بتتهم الجهه دي انها منتميه للنادي الاهلي او رئيسها هو رئيس النادي الاهلي، فجالك فرصه ان انت تسوق اسمك بنفسك. في الفتره دي عملت ايه؟ رحت لمطاعم، رحت لمطاعم تجيب مطعم راعي ليك. انا اسف جدا مع كامل احترامنا طبعا للمطاعم، ما جبتش الشركه، رحت المطعم لما انت سوقت بنفسك. طب الموسم ده وبدايه الموسم واتقال يا جماعه كل واحد يسوق لنفسه، كل نادي يسوق لنفسه، انت عملت ايه؟ كام راعي عندك؟ كام حصتك من الرعايه؟ فما ينفعش يا جماعه تصدروا معلومات مغلوطه. بدايه حل كل الازمات هو ان الناس تعرف الحقائق، والحقائق بتقول ان قطبي كره القدم المصريه تم ترويجها اعلانيا، لا على مستوى المشاركات الافريقيه ولا القاريه ولا العالميه ولا على مستوى البطولات ولا مستوى الشعبيه. في حاجة تقول إن في قطبين، في حاجة بتقول إن النادي الأهلي رقم واحد ونادي الزمالك رقم اتنين. لو الحقائق دي وصلت للناس بشكل سليم هنتغاضى عن مشكلات كتير جدا بيتم تصديرها عن جهل. لكن ستظل المشكلات القائمة عن عمد. إيه هي اللي عن عمد؟ إن أنا دايما هقول إن أنا زي النادي الأهلي لا أبرر فشل منظومتي في تحقيق عوائد زي النادي الأهلي. ده كلام أنا؟ ده انا هجيب لكم كمان كلام مسؤول زملكاوي وهو بيتحدث عن جانب من الجوانب اللي انا اتكلمت فيها في لماذا رعايه نادي الزمالك اقل بكتير من رعايه النادي الاهلي. نطلع ونشوف الفيديو. النهارده الرعايه، شوف النادي الاهلي رعايته بكام، نادي الزمالك رعايته بكام. الناس شايفه ان نادي الزمالك مظلوم في الرعايه. لا هو مش مظلوم، احنا جايبين نفسنا. مش مظلوم؟ لا مش مظلوم طبعا. مظلوم ازاي؟ طب ليه مش مظلوم؟ عشان احنا اللي جبناه لنفسنا. ازاي؟ لا الزمالك يستحق زي الاهلي اكتر من كده. انا رايي زي الاهلي واكتر، رايي تمام خلاص يستحق طبعا. انما ليه مش مظلوم؟ عشان احنا اللي جبناه نفسنا. يعني حضرتك النهارده لما كل يوم تشتم واحد، كل يوم تقلب على واحد، كل يوم اللي حبيبك يبقى عدوك واللي عدوك يبقى حبيبك، خلاص انت مين شركه راعي عايز يحط ملايين ويستثمر؟ الله، ده ممكن جدا واحد يشتري الفانيلا وبعدين يغضب عليه يشيله الفانيلا تاني ماتش. يبقى يعني كلام واضح، يعني ده مش كلامنا فقط لا غير، ده كلام الاستاذ طارق جبريل كان احد المسؤولين في نادي الزمالك وطلع اتكلم بوضوح بغض النظر عن فكره هو استحقاقه والانتماء نادي الزمالك ان هو يستحق اكتر من الاهلي من عدمه، ولكن في صوره واضحه انتوا مش مظلومين. فبلاش ادعاء المظلومية. أنا أتمنى دائما وأبدا يكون ده المطروح، أنت تقدر تسوق لاسمك اتفضل، اتفضل سوق، هات اللي أنت عايزه. وبعدين القصة مفتوحة لك، مش شركات داخل مصر فقط لا غير، شركات الوطن العربي كله لو عندك قدرة على التسويق لاسم نادي الزمالك وجلب رعاة يدفعوا لنادي الزمالك مليارات، احنا كنادي أهلي مش هنتكلم. ليه؟ لأن احنا مش بتوع كلام، احنا بنشتغل فقط لا غير، احنا قادرين نسوق اسم النادي الاهلي. ولو اسم نادي الزمالك الناس اللي هناك نجحت انها تجيب رعايه اكبر ليها، خلاص شغلها اجتهدت واشتغلت. نشوف احنا سلبياتنا ايه ونعالج سلبياتنا ونرجع تاني نروح لفكره ان احنا الاعلى في الرعايه، لان ده المستحق. بطولات، تاريخ، شعبيه، احترام، تعاقدات، ده نقطه مهمه جدا، احترام العمل كمنظومه داخل الدولة، ده مهم جدا يا جماعة.
فالقصة واضحة، ويا ريت تخاطبوا الناس بالحقائق عشان ما نلاقيش ادعاء مظلومية وما نلاقيش ناس تطلع تصدر مشكلات عن جهل. أما اللي هيصدروا مشكلات عن عمد فإحنا موجودين ليهم طول الوقت. يمكن يا أسامة دايما بقول يعني إن وزير التجارة الفرنسي كان ليه مقولة اللي هي بتاعت الماركات هي كذبة صنعها الأذكياء لسرقة أو لسرقة الأثرياء. أنا دايما بقول إن فكرة المساواة في الرعاية وفكرة التنافسية المزعومة هي كذبة أيضا صنعت للحصول على حقوق مكتسبة غير حقيقية، ويمكن ده اللي بأكد إن هو مشكلة حقيقية جدا موجودة طول الوقت في خيال البعض بتخليه يستنتج حقوق غير موجودة. وأنا عايز أقول حاجة، كابتن حسن حمدي هنا أكيد محتاج أشيد بيه لأن كان عنده رؤية مميزة جدا ومهمة جدا في اللحظة اللي رفض فيها القصة اللي كانت متعارف عليها بالتسويق الجماعي. فكرة الحقوق الجماعية دي كان النادي الأهلي بيدار منها وكان البعض بيكسب على حساب النادي الأهلي. ده الاقتصاد. أنا قيمتي إيه؟ أنا قدرتي إيه؟ التسويق المنفرد أنت وريني نفسك. وعشان كده البعض دلوقتي بيتحدث عن مظلومية ملهاش حل. ملهاش حل لأن مش هتجبر شركة في قطاع خاص تروح ترعى علامتك التجارية لمجرد أن أنت زعلان أو لمجرد أن أنت حد وهمك في استوديو أو مفهمك أن أنت زيك زي النادي الأهلي. هظل بقول النادي الأهلي في مصر هو البطل التاريخي والنادي الزمالك هو فريق كبير ولكنه الوصيف التاريخي. طبعا كابتن عفت نصار كان أيضا بيتحدث عن نفس الفكرة اللي بيتم ترديدها من كل الزملكاوية الفترة دي لأن دي يا جماعة موسم الرعاية وهوجة الرعاية وهوجة المظلومية. خلينا نسمع عفت نصار قال إيه ونرجع نعقب. هل من العقل إن واحد ياخد مليون وواحد ياخد نص في المليون؟ أنا مش بتكلم على أهلي وزمالك، أنا بتكلم على الناس، الناس المسؤولة في مصر، الناس اللي عايزة يبقى عندنا. أنت عندك رابطة كورة، عندك اتحاد كورة، بيعملوا ايه يعني ماشي. اجي بقى انا بتكلم في نقطه مهمه جدا. هل من المعقول يعني ان نادي زي المصري مثلا بياخد حق رعايه 25 مليون، نادي زي الاسماعيلي 25 مليون، الزمالك 300 مليون ماشي، وبعد كده الاهلي في حته تانية. هل دي عداله ان لازم يبقى في تصنيف؟ الاهلي على عيني وعلى راسي والزمالك على عيني وعلى راسي والانديه اللي بتشارك البيراميدز على عيني وعلى راسي والانديه كل اللي بتشارك في البطولات على عيني وعلى راسي. ماشي يا جماعه، انت بتتكلم في حته بس بفروق، بس بفروق بسيطه مش فروق كبيره قوي، لان انا محتاج المنصوره كم مليون فرد في المنصوره، كم ناشئ؟ لو انا عملت الرعايه دي في المنصوره في الدهقليه هيطلع لنا ناشئين قد ايه كويسين. لو عملت الموضوع ده يا عم في بنها عندك اطلع كام ناشئ لو انا بعرف ارعاهم ماشي، لو انا في اسكندريه، لو انا في الحته دي، لو انا في الحته دي، ومبالغ ما يعني مبالغ ما تجيش زي دي خالص. يوم وعيت على الدنيا والنادي الاهلي دايما من ايام وكاله الاهرام للاعلان والنادي الاهلي ايام وكاله الاهرام ايه للاعلان. احنا دي انا اسف في اللفظ، لا دي كانت عشان بدايه خطر. ايوه بالراحه دي لا. كانت بدايه خفت في الاخر، كانت بدايه الفروق الاخلاقيه والنفسية والعصبية عشان الواحد بعد كده يخش مستشفى المجانين بعد وكالة الأهرام للإعلام. يا جماعة القصة مضحكة جدا، يعني تحس الكلام ده كنت ممكن تسمعه أيام لينين وستالين، والله بكلمكم بجد، أيام بقى الاشتراكية وبداية يعني الأفكار بقى اللي هي الناس كلها تتساوى يا جماعة فيش ده في الفكر الرأسمالي اللي بيسيطر على الدوريات وبيسيطر على اقتصادات كرة القدم. والله العظيم اللي بيتقال ده عيب، لو سمعوا أي حد في العالم هيضحك علينا. إيه فكرة أصل الفوارق وعايزين عدالة؟ كلمة العدالة أنتوا بهدلتوا كلمة العدالة معاكم، والله العظيم شردتوا كلمة العدالة معاكم. عدالة إيه يا جماعة؟ أنا نفسي أفهم، أنت عندك قطاع خاص بيرعى أندية عشان بيستفيد برعاية علامته التجارية في انتشار وفي تفاعل وفي كل شيء وبترويج لمنتج لنادي بيروح يلعب كأس عالم للأندية 8 مرات. لنادي بيلعب 6 نهائيات دوري أبطال أفريقيا آخر 7 سنين. لنادي عنده الدوري المصري 43 مرة. إيه فكرة العدالة؟ ويقول لك اصل ماشي انت يا عم النادي الاهلي على عيني وراسي بس الفوارق ما تبقاش كده. هو اصلا في الحقيقه الفوارق قريبه عشان في الرعايه تبقى قريبه.
هو انت عندك نادي في مصر اصلا خد دوري ابطال افريقيا من 23 سنه غير النادي الاهلي؟ انت عندك نادي كل الانديه مجتمعه، كل الانديه هات انديتك كلها مجتمعه وحطها على بعض، هتلاقي النادي الاهلي اكتر من عدد الدوريات بتاعتها. نادي الزمالك 14 دوري ل 43 دوري. عندك كاس عالم للانديه، النادي الوحيد اللي شارك في كاس العالم للانديه. فيعني ايه عداله؟ يعني ايه فكره حتى الفارق تبقى قريبه؟ يعني ايه الفارق تبقى قريبه؟ ويعني ايه هتقنع معلن ان والنبي تعالى ارعاني؟ يا جماعه القصه مش كده، انتوا فاهمين اساس الموضوع غلط. انت الشركات دي مش بتديك مجاملات، دي بتشوف مين هيكسبها، مين هيساعدها في الترويج لعلامتها التجاريه، مش مؤسسات خيريه. عايز رعايه من مؤسسات خيريه اطلب بقى، روح توجه للمؤسسات الخيريه قول لها انا عايز رعايه، انا عفت نصار جاي عايز كمؤسسه خيريه والنبي ادي رعايه لفلان وفلان وفلان. انما اللي انتوا بتتكلموه ده انتهى. انا بقول لكم ده من ايام لينين وستالين، الكلام ده ما اتقالش تاني. يعني خلاص بح، قفلنا القصه وخلاص. دلوقتي اقتصاد راس مالي وتجاريه وعمليه كره القدم ده اقتصادات في العالم كله. اللي انتوا بتقولوه ده انتهى والله، اللي هو والنبي اخوك الصغير خده معاك. ما زلت مقتنع ان ما يتم ترديده في الرعايه هو عن عمد، انا عارف كويس قوي ومتاكد ان هم فاهمين، وهم عارفين ان احنا فاهمين ان هم فاهمين. لان الحقيقه انا لو رجعت حتى بتاريخ بدايه الدوري ما قبل فكره الرعاه وما قبل فكره التسويق وما قبل فكره براند وما قبل كل الاستثمارات اللي دخلت على كره القدم والمصطلحات الجديده، هتلاقي بدايه الدوري ان الاهلي عمل ايه؟ 9 بطولات متتاليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ده كان فيه وقتها رعايه؟ لا كان فيه رعايه ولا كان فيه وكاله الاهرام، كان فيه هنا رئيس نادي وهنا رئيس نادي، والقصه باختصار شديد. طب لما النادي الاهلي غاب عن البطولات دي لاسباب ما من 62 ل 72، هل في فريق قدر يستحوذ الاستحواذ اللي بيحصل عليه النادي الاهلي؟ لا. إذن القصة يا جماعة أنتوا كل مرة هتطلعوا مبرر وشماعة جديدة تبرر الفشل للتعايش مع الفشل. ده اسمه ميكانيزم دفاعي. الأمر نفسي بحت. أنا هقدر أتعايش إزاي وأنا من صغري بسمع الناس بتصدر لي إن أنا والنادي الأهلي واحد. فبكتشف إن أنا والنادي الأهلي مش واحد وإن الفوارق كبيرة. طب هتعايش مع الواقع ده إزاي والنادي الأهلي عمال بيحصد الألقاب بطولة تلو بطولة؟ لازم اشوه البطولات دي، لازم ابدا ادور عن حاجه الصقها بالنادي الاهلي عشان اقدر اعيش، ما انا غير كده مش هقدر اعيش. فبقول لك ارجع بقى ما قبل الرعايه وروح لقصه بدايه الدوري، 9 دوري النادي الاهلي، 2 دوري زمالك، في كل 10 سنين النادي الاهلي من بدايه المسابقه بيخسر 2 أو 3 على الاكثر. فكل المسميات والمصطلحات الجديده من الاخر كده ما هي الا مجرد شماعات. حتى قصه اللي ما كانش فاهم وكاله الاهرام وتعامل وكاله الاهرام مع الانديه وانها كانت بتكسب من ورا نادي عشان تعوض خسائر انديه اخرى، بدا يفهم وبدا يتكلم بشكل واضح حتى المنتمين لمنظومه الاهرام. جبنا قبل كده الاستاذ محمد سيف ومعانا الاستاذ محمد شبان، هاي الراجل هيوضح لكم حتى اللي كان فاهم بشكل خاطئ قصة وكالة الأهرام. عندنا الفيديو جاهز؟ مفيش وقت. نطلع الفيديو. أنا في الراجل أهرامي. تمام. أنا عضو مجلس إدارة دلوقتي كمان. أيوة في مؤسسة الأهرام يعني. تمام. وطول حياته كلها ما اشتغلتش غير في الأهرام على فكرة. تمام. في الصحافة، يعني أنا بادئ من عندي 16 17 سنة في الأهرام. فأنا متذكر إنه في سنة من السنين الأهرام كان بيخش ياخد رعاية النادي الأهلي. فوقتها الاهرام دفع مش عارف 150,000 ولا ايه؟ 150 مليون اسف ولا 100 مليون حاجه كده يعني في الاربع سنين. دلوقتي بقى بالمليار. يعني بس وقتها كان 100 مليون كان رقم يا خضري اعتقد 2007 2006 2008 رقم مستحيل. لدرجه ان الناس حتى الوكال او 2011 حاجه كده يعني بعد الثوره على طول قبل الثوره حاجه كده مش فاكر. لا قبل الثوره وبعد الثوره كله قبل الثوره تقريبا بعد الثوره. لا قبل الثوره. لا قبل الثوره كله طار بعد الثوره. فالناس هاجت جدا. فاتعمل اجتماع حضرته. انا حضرته يعني. فاتعمل اجتماع مع المديرين بتوع الاعلانات في الاهرام علشان خاطر يقولوا هل الرقم ده الاهرام يستطيع فعلا انه يجيبه ولا ده بيتجامل في الان؟ اقسم بالله. الاهرام كان ماضي عقود مع رعاه 400 مليون جنيه في الاربع سنين. يعني مكسب الاهرام كان 300%.
واضحه يا جماعه، الراجل حضر بنفسه والارقام اللي اتحققت قد ايه، وكاله الاهرام استفادت من رعايه النادي الاهلي. القصه باختصار شديد زي ما قلت لحضراتكم هو مجرد ميكانيزم دفاعي بيتناوله الاشخاص ده من اجل التعايش مع واقع عكس الواقع اللي تم تصديره ليهم اعلاميا من الصغر. المسافات كبيره جدا بين الاهلي واي نادي اخر في قاره افريقيا، البطولات فرق كبير جدا بين النادي الاهلي واي نادي اخر في قاره افريقيا يبقى دائما وابدا. النادي الاهلي رقم واحد، نادي الزمالك رقم اثنين. دي الحقيقه اللي لازم يتعامل معها المنتمين لنادي الزمالك، الا اذا بقى عايزين يستمروا في قصه الشماعات فنقول لهم حلال عليكم الشماعات وحلال على النادي الاهلي دولاب البطولات، ونشوفكم في حلقات قادمه من الاهلي خط احمر.